طبعا هلا اليوم راح نتابع بالتيك توك معكم المدرب احمد سمره، مدرب ماده التسويق الرقمي بمؤسسه الوطن الدولي. اليوم راح نتابع درسنا بالتيك توك، وان شاء الله راح نبدا كمان بالسناب شات، وبكره ان شاء الله راح ننهي كورس التسويق الالكتروني بالمؤسسه. بتمنى انكم يعني تكونوا حققتوا فوائد كثير كبيره عن طريق محاضرتك. طبعا من خلال مدير اعمال تيك توك ممكن يفوت على الادفرتايزر اكاونت، يفوت على الادفرتايزر اكاونت من هون، ومن هون طبعا بناخذ ادس مانجر، نكبس على هاي ادس مانجر فنفوت على مدير اعلانات تيك توك. طيب في طريقه اسرع، طبعا في طريقه اسرع، ممكن انه نكتب مباشره ادس دوت تيك توك دوت كوم، ادس دوت تيك توك دوت كوم، مباشره فوتنا لقلب نافذة مدير الاعلانات بتيك توك. هاي هي النافذه الرئيسيه، وتمتاز هاي النافذه كما حكينا انها نافذه جذابه وجميله جدا وسهلة الأمور ميسرة الاستخدام. هلا ممكن انه نحن نعمل من هون كرييت ادي، يعني انشاء اعلان جديد، عفوا انا اسف لانه ما حولته للغة العربية، طبعا هذا ان مدير الاعلانات بتحول للغة العربية. وايضا لاحظنا انه مدير الاعمال صار شوي يعطي عربي، بس هسه الظاهر انه الامور ما يعني اكتملت. هلا نجي هون نلاقي وضعين، الوضع المبسط للمبتدئين او اللي ما بيعرفوا زياد يعملوا حملات تسويقيه، والوضع المخصص هو الوضع الاحترافي. رح ناخذ فينا نكبس هون هالمربع مشان ما تظهر لنا هاي النافذه مره اخرى. طبعا نقدر نقلب اللغه هون، لانه الاصل ان احنا لما كنا ناخذ اللغه العربيه. هلا اخذ تمام. تمام، اذا بيطلع لنا هالقوائم الثلاثه هدول. هلا بدنا نعيدهم هيك بسرعه عشان اللي دائما الوصول او ريتش او الى معنى اخر ببعض المنصات الاخرى بسموها الوعي. تهدف هاي العمليه لايصال اعلانك لاكبر شريحه اجتماعيه معينه من الجمهور اللي انت اخترته لما كنت عم تعمل اعلان، بحيث انه معظم الناس اللي من هدول اللي بينتموا لهذا الجمهور انه فعلا يشوفوا الاعلان. حتى لو كان هالشخص بفوت لفتره وجيزه مثلا على التيك توك باليوم، ماشي، ممكن انه يحظى بفرصه انه يشاهد اعلان. هون الخوارزميات ما بتركز على الاجراء اللي بده ياخذه الواحد بعد ما يشوف اعلانك، شو هو الاجراء اللي بده يعتمده. هون بصير الكونسنتريشن على الوصول فقط، انه يوصل اعلانك لاكبر شريحه اجتماعيه ممكنه. ماشي، هلا بنيجي للتفاعلات او الاهتمام بالعلامه التجاريه. بتتضمن زيارات، اول وحده زيارات، اذا ممكن انه نحن نرسل اشخاص لموقعنا الالكتروني او صفحه تطبيقنا مثلا على جوجل بلاي. فاذا بدنا نحقق زيارات لموقع الالكتروني سواء بهدف تجاري او بهدف رفع السيو، او انه بدنا نجيب الناس تفوت على صفحة تطبيقنا، ماشي، فممكن ان احنا ناخذ هذا الخيار. كمان اذا عندنا فيديو، منشور فيديو بدنا نجيب له متابعين او مشاهدين، متابعين يعني شاهدوا هذا الفيديو، سواء كان هذا الفيديو اعلاني او فيديو انفلونسر، يعني شخصية مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، شخص مشهور يعني. بالحالتين هاي جيد. تفاعل المجتمع، ممكن انه نحن هذا الشيء كمان للانفلونسر ممتاز اللي بده نجيبه متابعين لبروفايلاتهم او حساباتهم على تيك توك، بيبقى هذا الخيار ممتاز. هلا طبعا هاي كلها بنضوي تحت الاهتمام، لكن هون في عندنا اللائحه الاوسع اللي هي التحويلات. هلا قلنا الترويج للتطبيق، هون ممكن انه نحن ندعو الناس لتثبيت التطبيق، اتخاذ اجراءات عليه بقيمه معقوله من حيث التكلفه. طبعا ما في شك انه هون ليست العمليه فقط انه زياره لصفحه هذا التطبيق وتثبيت التطبيق، لا، الموضوع اوسع بكثير. ليش؟ لانه في عندنا تحويلات، فاذا ممكن انه هذا الشخص يفوت لقلب التطبيق ويكون هذا التطبيق متجر الكتروني، وبس انه فات لقلب التطبيق اللي هو متجر الكتروني، في عندنا عده عمليات بتصير ضمن هالتطبيق، مثلا لنفرض انه قام بعمليه شراء او كذا او شيء، فهالتحويلات هاي اللي بدها تتم، ماشي، بنقدر نحن نتعقب هدول اللي تحولوا من اعلاننا لقلب التطبيق وشو ممكن يسوي بقلب التطبيق، فممكن انه نختار هذا الاعلان. اذا العمليه اوسع من مجرد تثبيت التطبيق، مع انه هو تثبيت التطبيق ينضوي تحت يعني عملاء المحتملين، وهي واحد من اهم انواع الاعلانات اللي بيتضمن زر اتخاذ القرار باخره اللي هو تسجيل او قدم طلب او كذا.
فهذا تجميع بيانات عملاء محتمل، يطلع له استماره، بيعبي الاستماره، فبينتج عنك، بينتج عن تعبئه الاستمارات من قبل زوار هذا الاعلان واللي ضغطوا على زر تسجيل بيانات للعملاء على شيء، ممكن تحملها على شكل جدول اكسل شيت وتشوف تقرا الارقام وتعطي هالارقام للمبيعات ان يبداوا بالتواصل معهم. ماشي، لاحظوا انه هون ممكن تطلعوا على العملاء المحتملين النازلين عندكم من هون. طبعا تحويلات موقع الويب ما في داعي نحكي لكم اياها، اذا كان عندكم مثلا موقع ويب لنفرض انه اوسع شيء هو متجر الكتروني، وبتكون تتعقبوا الناس اللي عم تفوت وكذا. مبيعات المنتجات هون اذا كان عندكم انتم تيك توك شوب، يعني بمعنى اخر اذا كانت صفحتكم على التيك توك هي متجركم، فممكن انكم تاخذوا هذا الخيار بالترويج. ماشي، طبعا ما في شك انه التحويلات اغلى من الاهتمام، ما هيك يعني؟ لانه هون في عندكم بكسلات عم تشتغل. هلا هون ممكن البكسلات تشتغل كمان، شو الفرق يعني؟ طبعا هون الهدف هو، نحن هون عم نركز على عملية التحويل، يعني وليس عم نركز على مجرد اهتمام، عم نركز على عملية التحويل. يعني هون الخوارزميات بتشتغل انه بتطلق اعلاننا للناس اللي بتعرفهم انهم بفوتوا بيتخذوا اجراء معين ضمن الويب سايت او التطبيق او ما شابه. ماشي، مفهوم انه ليش هاي مثلا بتكون اغلى. ماشي، هلا رح ناخذ انشاء عميل محتمل، انشاء عميل محتمل. اذا ليدز جينيريشن، ليدز جينيريشن. طيب هلا بنيجي لاسم الحمله، بنعطي هاي اسم للحمله، هاي مثلا رح اسميها رح نعطيها اسم بليمسل ليدز. ماشي، اسم الحمله الاعلانيه على، اذا بس بنرجع شوي بنعيد، اذا حددنا الاهداف كلها، اخترنا انشاء عميل محتمل، اذا انشاء عميل محتمل او ليدز جينيريشن، وبالتالي بهذا النوع من الاعلان لازم يكون في عندنا استماره. هاي الاستماره تطلع لكل واحد اللي بيضغط على زر تسجيل، بتطلع له استماره بقوم بتسجيل او ملء بيانات فيه. طيب هلا اعطينا اسم للحمله الاعلانيه سميناها بليمسل ليدز، اختبار تقسيم ا ب تعرفوه، واختبار والمجموعه الاعلانيه والحملات ومراقبه الحمله الاعلانيه بحيث انها تروح باتجاه المجموعات اللي عم تشتغل افضل تعرفوها، تعيين ميزانيه، ممكن نعطي ميزانيه للحمله الاعلانيه، وممكن نتجاهل هذا الشيء لانه فينا بالتيك توك نعطي ميزانيه لكل مجموعه اعلانيه على حد، فنحن رح نهملها هاي هون بحيث انه يكون عندنا حريه انه نعطي ميزانيه لكل مجموعه على كيفنا، ولا نلتزم انه نعطي ميزانيه للحمله وبالتالي هاي الميزانيه بدها تتوزع على كل المجموعه. هلا اذا كان عندنا مجموعه واحده فميزانيه الحمله هي ميزانيه المجموعه. هلا بنقول له شو متابعه، هلا بيعطينا اسم المجموعه الاعلانيه، بناخذ نعطي اسم لهي المجموعه الاعلانيه رح نسميها سميتها بليمسل ليز ات سيت. ممكن المركز الحربي الاعلاني لا الحمله الاعلانيه ممكن تكون بقلبها كذا مجموعه، كذا مجموعه، نعم صحيح في واحد تمام. هلا هون نيجي لموقع التحسين، طبعا في عندنا نوعين من الاستماره، الاستماره اللي بده يعبيها هذا الزبون اللي ضغط على زر تسجيل، وين موجوده هاي الاستماره؟ في عندنا احتمالين، اذا لاحظتوا بالمتا بكون في عندنا كثير مواضع، ما هيك؟ بالتيك توك الموضوع بسيط شوي، في عندنا اما ان تكون هاي الاستماره موجوده على الويب سايت، يعني بتاخذه بتنقله لصفحه على الويب سايت موجود فيها تسجيل، بيروح بسجل بيعبي بياناته وبيعمل سبميت، وبالتالي بنطلب من الادمن تبع الويب سايت انه نقول له لو سمحت اعطينا الليتس من عندك، انت عندك وصلوا هذول الليتس، ومشان ما نتعذب بهذا الموضوع، يعني خاصة إذا كنا ما لنا مبرمجين وما عندنا وصول للويب سايت، فممكن إنه نستعين بالاستمارة الفورية اللي هي موجودة من داخل بيئة التيك توك، ونفس الإجراء اللي عملناه بالفيسبوك لما أنشأنا استمارة فورية بقلب الفيسبوك. هلا بالنسبة للمواضع في عندنا مواقع أخرى شريكة للتيك توك بس مو فعالة عندنا، لذلك هاي القائمة رح نعتبرها كأنها ما لنا موجودة، وننتقل مباشرة للاستهداف. هلا بالنسبة للاستهداف إذا كان عندنا جمهور محفوظ سابقا ممكن إنه نختاره من هون، يعني إذا بدنا نختار هذا الجمهور، إذا ما عندنا جمهور محفظ سابقا نحن هلا بدنا ننشئ جمهور جديد. فبنيجي للخصائص الديموغرافية وبنبدأ بالموقع، الموقع الافتراضي حاططنا تركيا أنا مسحته، ممكن إنه نحن طلع لنا هاي النافذة، طبعا بناخذ من هون اسم البلد تركي، اخترنا تركي من هون. هلا طبعا من هون نختار اسطنبول مثلا، أخذها، لاحظوا أخذها، لو ما بيقبلها بيمشي حال،
لو ما بيقبلها بتظهر بالأحمر، فأخذها. ممكن نضيف مدينة ثانية بنكتبها كتاب، ماشي. هلا بعد ما خلصنا بنقول له بتلاحظوا انه اخذ اسطنبول. هلا طبعا الجنس او الجندر غلط، كلمة بدون حدود يعني ترجمة خاطئة، المفروض نقول غير محدد، ذكر انثى غير محدد. هلا العمر طبعا احنا رح نختار عمر يكون يعني قريب كثير لشباب لكي، باعتباره موقع تيك توك هو موقع شبابي. لغات رح نختار مثلا اللغة العربية، وبنختار لغة ثانية مثلا إذا كنا هم بتركيا، في عنا جاليات مغاربية جزائري توانسي، هذول موبايلاتهم بتكون باللغة الفرنسية، فممكن أن نختار لغة فرنسية بحيث أنه ما نخسر هذا الجمهور، لأنه اختيارنا للغة العربية بمعنى آخر لغة الأجهزة للغة العربية، الأجهزة التي تعمل باللغة العربية. هلا ممكن أنه نحدد حسب نحن شو عم نبيع، ممكن نحدد إما أن يكون بدون قدرة شرائية أو بدون غير محدد القدرة أو قدرة شرائية عالية، إذا عم بيع عقارات، عم بيع سيارات، عم بيع أشياء غالي، ممكن نحددك. شو المقصد بهذا الموضوع؟ لما حددنا قدرة شرائية عالية مباشرة التيك توك عرف لوين بيوجهنا إعلانه. في ناس ما في داعي يشوفوا هذا الإعلان لأنه ما راح نستفيد شيء منهم، وبالتالي ما بفرجيهم هذا الإعلان أصلاً. هلا إذا كانت بضاعتنا عادي بيشتروها كل الناس بنقول له غير محدد، غير محدد. هلا الجمهور ممكن إنه نضمن جمهور، ممكن إنه نستبعد جمهور. إذا عندنا جماهير سابقة نحن محددينها، اذا بدنا بنضمن. لنفرض مثلا نحن فعلنا بكسلات، فعلنا بكسل شراء، فعلنا بكسل اللي شاف الموقع. طيب نحن بدنا نستهدف اللي شاف الموقع وبدنا نستبعد اللي اشتروا، انتبهت شلون؟ هلا اذا ما بتكون هذا الموضوع خلوه مثل ما هو هيك فاضي ما بيأثر. ننتقل للاهتمامات والسلوكيات، وبنختار مثلا بالاهتمامات والسلوكيات ابارل اند اكسسوارز، اذا الملبوسات والاكسسوارات اخترناها، وممكن انكم انتم تبحثوا، وممكن انكم تبحثوا بالهاشتاجات على فكره وتحطوا هاشتاجات معينه مثلا، وممكن انكم تبحثوا بالرغبه بالشراء، الناس التي تتمتع برغبه بالشراء وبتختاروا من الرغبه بالشراء شو هو مثلا الشيء اللي بحبوا يشتروه وما الى ذلك، ماشي. طيب هلا بعد ما خلصنا من هدول نختار نوع الجهاز، مثلا اندرويد اي او اس غير محدد، اصدارات نظام التشغيل، ممكن اذا كنا مبرمجي العاب او برامج بدها أنظمة متقدمة شوي نختار نظام متقدم لأنه الأنظمة القديمة ما بتشغلها. وموديل الجهاز ممكن إذا كنا نحن وكلاء لأحد أنواع الأجهزة عم بيع قطع غيار لإله أو شيء، ممكن نختار موديل هذا الجهاز. هلا إذا كنا عم وكلاء لأحد شركات الاتصالات، ممكن نحدد شو هي الشركة، سواء كان هالشخص مركب شريحة هالشركة بموبايله أو إذا كان مركب واي فاي ببيته، كمان بنختار مزود الخدمة اللي بدنا إياه. سعر الجهاز ممكن نعطيه نطاق معين لسعر الجهاز، يبدأ من إلى أو غير محدد كمان، وبعد ما نخلص نعمل له حفظ لهذا الجمهور، وهيك بكون سيف هذا الجمهور وصار جاهز للاستخدام. ممكن نعطي ميزانية يومية 300 ليرة، ماشي، وممكن ميزانية طول فترة الحملة تكون بحدود ال 4200 ليرة، ضمن شروط إنه هاي الحملة بتمتد من 13/1/2024 ل 27/1/2024. لو قللنا هالفترة فينا نقلل الميزانية. عم يعطيني هاي ميزانية حدية يعني، ماشي، يعني أقل من هيك ممكن ما يرضى. يعني فرضنا مثلا أعطيناه 3000 لهي الميزانية، لاحظوا شو راح يقول، قبله. طيب إذا أعطيناه 1000، عم يقول لي إنه قليلة، المفروض أقل شيء تكون 2800. فإذا أعطيناه مثلا 2800 لاحظوا إنه راح يقبلها، قبله لهي الميزانية، ماشي. طيب بس هو كيف يحضر الإسرائيلي؟ كيف بيعرف هو الإسرائيلي والله الإنتاج بتاعه عالي؟ قيم التقييم وفق الجمهور اللي انت استهدفته، وفق المنطقه اللي انت استهدفتها، عم يقيم لك انه اعلانك بيكون ناجح ضمن الشروط. ما بتشوف هاي عم تدور كل شوي بتحدث؟ كيف بيعرف جمهور انه هو غني وفقير؟ بيعرف هو هاي امور التتبع والسلوكيات نحن درسناها من بدايه الكورس، قلنا انه كل مواقع التواصل الاجتماعي بتتبعك وبتعرف عنك كل شيء، بتعرفك حتى انك انت بتحب تشتري، بتعرفك شو بتحب، بتعرفك شو بتكره من خلال مزاجك، وانت شو بتتفرج، وانت شو بتطالع، وشو الصفحات اللي انت بتعمل اعجاب فيها، حتى اصدقائك اللي انت ضايفهم او هن ضايفينك كمان، من خلال بتبلش يتكون فكره عنك وتعرفك. طيب اكثر من هيك كمان لا تنسى انه هو كمان يعني بفوت لك بالاسماء، بيطلع اسمائك، بيعرف مين اصدقائك، بيطلع ارقامك، بفوت بيطلع كثير امور هو بيعرفها عنك، بيعرف عنك اشياء اقرب الناس لك وجوز ما يكونوا بيعرفوها، ماشي. كل ايه بدليل انك انت مثلا تفتح اليوتيوب فيد او الموجز تبع اليوتيوب، تلاقي كل الفيديوهات هي من نمط فيديوهات انت بتتابعها، انت بتتابعها فعلا، كل الفيديوهات بتطلع قدام، حتى من قنوات انت ما انك عامل لها سبسكرايب او مشترك فيها ولا شيء، عم يقترح لك فيديوهات من ايش هو عرفان انت شو بتحب،
فبيقترح لك شغلات من ضمن الاشياء اللي انت بتفضله او بتحب. موجود بكل المنصات صراحه. ايه القدره الشرائيه كمان حتى بالفيسبوك كانت موجوده بالسلوكيات، الاشخاص الذين يتمتعون بمقدره شرائيه يعني حتى بالسلوكيات. اسمعوا اذا شالوها لازم ما جربتها. طيب هلا طبعا بعد ما خلصنا ممكن انه نحن ندخل لاستراتيجيه المضاربه او المزايده، احيانا بحطها احيانا ما بحطها، ما بعرف ليش ما بعرفها. ماشي. طبعا قبل كل شيء بس نحن قلنا انه ممكن انه نحن نخلي اعلاننا يظهر خلال فترات محدده من اليوم وليس طول اليوم، افتراضيا هو محطوط على وضعيته اليوم. اذا اخذنا فتره محدده مثلا انه نحن بدنا اياه يظهر من الساعه 6 للساعه 12 بالليل من الاثنين للجمعه، والسبت والاحد بدنا اياه يظهر طول الوقت. ماشي. هلا طبعا بعد ما نخلص بنقول له التالي استراتيجية المزايدة، كل ما انتم زدتوها كل ما اعطاكم زباين يعني افضل، كل ما اهتم فيكم وصلكم لزباين افضل. ماشي. اذا كنتم ما بتعرفوا بتتركوها مثل ما هي. هلا طبعا اسم الاعلان بنعطيه اسم، طبعا بدي اقول لكم بس على شغله، الاعلان تعطوه اسم معبر، يعني انا هلا عم بكتب كان مدرب عم بكتب كذا اعلان له، بس انتم بتعطوا يعني انتم مثلا عم تعلنوا اعلان لمفروشات بتحطوا اعلان مفروشات كذا، مشان بس يكون انسان يعني ينتبه. ليش؟ لحتى اذا بدكم ترجعوا له بالايام. لا. ماشي. هلا الهويه، حكينا على الهويه انه يمكن التيك توك بيعطينا امكانيه انه نحن نعدل هويتنا اللي، فممكن انه استخدم هويتنا اللي هي حسابنا على التيك توك الاساسي. يعني انا في عندي حساب اساسي فبدي استخدم هالهوية تبعت حساب لحظة ظهرت هون ظهرت صورتي، طبعا لو حاطط صورة كان ظهرت هاي الصورة هون. هذا حسابي العادي على التيك توك اللي فوت منه تابع فيديوهات وبنشر فيديوهات كذا، هذا حساب. طيب هل أنا مضطر إني أستخدم هويتي على التيك توك؟ لا أبدا، أنا إذا بدي ما بستخدم هويتي وبنشئ هوية جديدة. هاي الهوية الجديدة طبعا هون أنا عامل هوية سابقا قبل هالمرة، ممكن إنه أنتم مثلا تعدلوا عليها. لاحظوا كتبت، بيطلب منك تكتب اسمه وبيطلب منك تحمل صورة، هون حملت هاي الصورة، بتكبس على القلم فبتروح على استعراض، فوت لجهاز الكمبيوتر وبتحمل هاي الصورة، بعدين بتقول له من هون تأكيد، فهيك بتطلع هوية جديدة بتظهر هون. لاحظوا شو بسموها هاي الهوية، هوية شو شكلها، إذا كبست عليها ما بتروح على أي شيء. أما لما كنت مثلا أنا عامله باسم حسابي إذا كبست هيك بتروح على صفحتي على التيك توك، أما هون لما عامل هاي الهوية لما بتكبس عليها ما بتاخذك على شيء. شو سمينا هذا النوع من الإعلانات إذا بتتذكروا؟ دارك ادز، دارك ادز او الاعلان المظلم، الاعلان المظلم. بس معين صح تشوف نتائج شلون؟ المعاينة اما هدفي انا من الاعلان اني انشهر البروفايل تبعي او شيء، انا هدفي اني بدي ارسل هذا الشخص لمصدر اخر. اما مثلا بدي ارسله لاستماره يعبيه او بدي ارسله لويب سايت او هلا هن انتبه موضوع التيك توك ما بيهتموا كثير بانه يكون في عندك مثلا متجرك على التيك توك غير الفيسبوك مثلا. يعني الفيسبوك تعتبر الصفحه بمثابه موقع الويب سايت لولا شوي بالاهميه، اما التيك توك لا الموضوع شوي مختلف. كيف؟ ليش؟ لانه هو هذا موقع شباب شوي، يعني بجوز انا مثلا عم بيع برادات وغسالات، شو بدي يعني شو بتوقع مثلا بالنسبه للتيك توك انه ينفعني اني افتح على صفحتي على البروفايل؟ ايه مثلا البسي وشغلات ايه، بس انه مثلا عم بيع برادات وغسالات شو بتوقع انه التيك توك ينفعني فيها؟ يعني هدول الشباب مثلا تبعوا التيك توك بجوز ما يهتموا لها، ممكن على الفيسبوك ايه، بس انه مثلا على التيك توك شو، ما إلى لزوم اصلا الحساب كله يعني. بالتالي انا مشان هيك اذا بتتذكروا حكيت لكم انه ليس بالضروره ان يكون عندك حساب تيك توك لحتى حساب شخصي تيك توك لحتى تعمل اعلانات، ممكن ما ضروري يكون عندك حساب. هلا بنيجي لتفاصيل الاعلان، بدنا نحط فيديو واحد. اوكي تمام ماشي. هلا ممكن نحمله تحميل من جهاز كمبيوتر، ممكن انه نجيبه من المكتبه، عندي فيديو انا هون بالمكتبه رح استخدمه. تمام نزل هذا الفيديو اللي هون. ماشي. طيب هلا دعوه للعمل، طبعا نص دعوه بنقول له تعديل، ما لازم يكون ديناميكي، غلط تكون ديناميكي لا، بهالحاله هاي بالذات لازم يكون قياسي. ليش؟ لانه لاحظوا الديناميكي بده له تسوق الان، بينما انا بدي ابعته على استماره فلازم احط له زر يتناسب مع موضوع الاستماره، احجز الان، التقديم الان، صح؟ ايه التقديم الان.
لانه الاستماره بتتطلب انه يكون في إلها زر معين، ماشي؟ اطلب الان. هلا فينا ناخذ اكثر يعني من، احجز الان، تواصل معنا، العرض الان مبني. اذا بدنا هذول الاجراءين فقط، اطلب الان او احجز الان، قل له تاكيد، فاخذهم لهذول الامرين وحطهم عنده. فاي شخص مثلا بفوت بشوف الاعلان راح يلاقي اطلب الان، لحظة، اطلب الآن أو احجز الآن، اللي هو زر الإجراء تبع الإعلان، زر الإجراء تبع الإعلان. طبعا هلا بعد ما خلصنا من وضع يعني من وضع الفيديو ومن اختيار الجمهور واختيار زر الإجراء وكذا وهالأمور هاي كلها، طبعا شو رأيكم نبدأ بعمل استمارة فورية؟ طبعا في عندنا خيارين هون بالاستمارة، طبعا لا تنسوا ان احنا اخترنا الاستمارة الفورية، صح؟ طبعا في عندنا هون خيارين، الخيار الأول هو ان احنا ننشئ استمارة فورية جديدة، والخيار الثاني انه يكون في عندنا استمارة عاملينها مسبقا ومجهزينها وننقيها من المكتبة، منهم فوت على المكتبة فبتفتح لنا المكتبة عدة أنواع من الاستمارات. لاحظوا أنا عامل مثلا 3 استمارات، ممكن اني اختار وحدي من هالاستمارات الثلاثة، ماشي؟ لا لا، من قلب بيئة التيك توك، يعني هو نفسه التيك توك صوتك بس تعبيه. لا لا، من قلب التيك توك، رابط تيك توك، رابط تيك توك، هو يا شيخ ايه، من نفس الشيء، نفس الحكي لما كنا عم نحكي على الفيسبوك، يعني اذا بتتذكر بالفيسبوك نفسه بحذافيره، يعني بدون اي. طيب هلا رح ننشئ نحن استماره جديده، شو رايكم؟ ما احسن رح ننشئ استماره جديده، لانه اذا بدكم تفهموا الموضوع بشكل جيد لابد من انه نعمل استماره جديده، وامرنا لله شو بدنا نساوي، فرح نقول له انشاء من هون استماره جديده طبعا. وطبعا رح تلاحظوا انه في عندنا 3 نماذج هيك بهالشكل، في عندكم الاستمارة المتقدمة والاستمارة التقليدية واستمارة المحتوى الغني. ما بعرف يعني ما بظن انه في فرق جوهري بيناتهم ثلاثة، انا راح اختار المتقدمة، ماشي؟ وطبعا بدي اقول له تأكيد من هون على اختياره. طبعا بيطلب مني اسم لهاي الاستمارة، بعطيه اسم يكون معبر عنه، يعني استمارة طلبات شراء البرادات، استمارة طلبات، لا طبعا اكيد حجز موعد، استمارة مثلا كورسات، دخول السحب مثلا. دخول السحب، ممكن هالأمور هاي كلها، فبسمي هالاستمارة اسم معبر، ماشي؟ هلأ بنجي للإعدادات من هون. لاحظوا أنه الاستمارات بالتيك توك تمتاز بأنها أرقى بكثير من استمارات الفيسبوك، يعني بالرغم أنه وين التيك توك وين الفيسبوك، بس التيك توك يعني شغل امبارح، الفيسبوك شغل راح يصير له 20 سنة، صح ولا لا؟ بس رغم ذلك التيك توك برمج الاستمارة تبعيته بطريقة أرقى من الفيسبوك. لاحظوا أنه من بداية بقول لي اختار اللغة، فأنا مثلا راح أختار اللغة العربية هون، فخلص تأكدت أنه كل شيء راح يمر علي هلأ بالاستمارة هو باللغة العربية، غير الفيسبوك اللي بدون ما اختار اللغة بياخذ اللغة الافتراضية بيمشي عليها، بعد شوي بيجي للاسم والايميل ورقم الهاتف وتلاقي كاتبهم بالانجليزي، ماشي؟ صح ولا لا؟ طبعا ممكن انه نكتب حجم اكبر ونغير يعني الشكل العام وكذا، لا الى راح اخليه على الامور الافتراضيه، وممكن انه نغير الالوان من هون تبعيتها كمان راح اخليها على الامور الافتراضيه. معلمات التعقب هاي للمتقدمين بالبرمجه، لذلك ما راح هلا نتدخل فيها نهائيا. هلا بعد ما خلصنا كل هذا الحكي ممكن انه نحن شو نعمل، نسكر لهاي تبعيه الاعدادات، تبعيه الاستماره، وننتقل للشريط الاعلاني تبع. هلا الشريط الاعلاني اول شغله بيقول لي هذا فاضي هالمحل، هذا هو ما حلو منه، لازم تحط صورة، فطبعا بتلبس هون على زر تحديث، طبعا نفوت لقلب ال فوت لقلب الجهاز الكمبيوتر وبنختار لنا شي صورة هيك يعني تكون مناسبة، طبعا ايه تتناسب مع يعني متجر الكتروني، ما هيك؟ ليه شوي خلينا بس نفوت ناخذها من هون عشان نشوفها هون شلون صايره. وين الملفات؟
طيب ماشي، إذا بنرجع لهون نختار من هون تحديث، ممكن إنه نحن ناخذ صورة معينة. طبعا رح آخذ أنا أول شيء الفلاش ميرن عندي، بروح لهون اختار ديجيتال ماركتينج كورس مثلا. لا هوني تمام، رح ناخذ هاي، بيعطينا هالصورة ماشي. ممكن انه نحن نتحكم شوي فيها اكثر، كبير شوي، ولا بنقول له تأكيد. لاحظوا انه هاي الصورة ظهرته ماشي، هاي الصورة ظهرت مش حلو صحيح. والله ما بعرف. هلا مش هلا، المهم خلصنا من تحميل الصورة مثل ما كنتم شايفين. هلا بنسكر هذا وبننتقل ل، خلصنا من الشريط الإعلاني، طبعا بنجي للمقدمة. المقدمة لازم نحمل لوجو، فبنروح كمان مرة ثانية على الهاي وبنحمل، لا ما هاي اللوجو، طبعا بنحمل اللوجو بالتأكيد. بنرد من هون الميكروس مرة ثانية، ناخذ هاي هذا هو. لاحظوا وين بيظهر اللوجو، بيظهر اللوجو هون تحت هاي الصورة. لاحظوا جماليتها شلون صارت بعد تحميل الصور والعوامل الجذب يعني كي. طبعا بدنا نكون في مقدمة، نحط هاي التكة هيك، ما بدنا نكون مقدمة فينا نطفيها. هلا نجي لاسم العرض كمان، مو بس الشغلة الصورة الصور، فنبدأ مثلا نكتب هذا الاسم. لاحظوا ظهر تحت اللوجو مباشرة. هلا نحط وصف لموضوع الاستمارة، هو عم يقول لي قم بإيجاز، بإيجاز وصف موضوع الاستمارة. مثلا راح أكتب مثلا تنزيلات الصيف مثلا. طبعا أنا الكيبورد عندي ما بكتب، ما في عربي، لذلك راح أشتغل على الذاكرة. مضبوطة، شفتوا مثلا يعني تنزيلات الصيف. هلا شعار الترويج مثلا حملة، يعني اللي هو بتحطوه. لاحظوا بينزل هذا الكلام هون، شعار الترويج بينزل هون، تمام مفهوم. طيب هلا طبعا بناخذ هاي اللي هون السؤال. هلا قبل طبعا كل شغله بنخلصها شو بنعمل، بنطفيها. هلا بنيجي للسؤال، طبعا اختر الغرض، حدد سبب الاستمارة، اختر الغرض من الاستمارة. مثلا رح نكتب له انه استمارة ملء بيانات، او ليش انه هاي الاستمارة. إذا تقدم معنا واستفد من العروض المتاحة حاليا، يعني قدم الآن وسارع في التسجيل مثلا، سارع في التسجيل. التسجيل تمام. هي لاحظوا وين بيظهر هذا شو اسمه، بيظهر فوق لسه ما ظهر هون. هلا بنشوف وين، ايه سارع في التسجيل، ايه تمام. لاحظوا انه ظهر هون سارع في التسجيل واستفد من العروض المتاحه وكذا. طيب هلا بنيجي للاسئله المخصصه. هلا في عندنا عده انواع من الاسئله المخصصه، اذا كبسنا عليها هيك شوي، في عندنا شيء اسئله اجابتها موجزه، يعني انت بدك عم تطلب من الزبون انه هو يكتب ماشي، انه هو يكتب. ما في نعمله نعم، هلا في عندنا خيار من متعدد، انه نحن بنعطيه سؤال ونحط له عده اجوبه، هو بيختار الجواب الصح منه. مثلا ماذا تفضل شراء؟ طبعا اول شغله انا بس بدي اقولكم على شغله، كمتجر الكتروني غلط انه نحن نستخدم بيانات، تجميع بيانات، هذا فاشل. ايه اما الشيء اللي ممكن يفيدنا نحن، انه مثلا تجميع، امتى يا حسيب ممكن نستخدم تجميع بيانات ام لا، ليد جنريشن؟ لا يعني امتى بنعطيه للزبون استماره يعبيه؟ باي حاله، اعلاننا شو نوعه مثلا؟ اعلاننا عقارات، اعلاننا كورسات، اعلاننا مركز طبي. ايه صح، يكون في شيء ايه حتى بتحجز ايه شيء يحجز ماشي، حجز موعد مثلا او كذا. ايه صح، محامي انا وبدي عم بعمل استشارة اعلان استشاري، بدي عم بعمل اعلان، بدي يحجز موعد
بدي اعطيه وقت معين مشان معين. مثلا. اما انه والله مثلا انا متجر الكتروني وعندي اغراض عم بيعها، صح، اعمل له استماره التقديم؟ لا لا غلط، الا اذا كانت شغلات يمكن على الثقيل على الثقيل. ليش صح ايه، الساعات فلذلك ايه، فلذلك يعني انا عم بشتغل استمارات على موضوع تجاوزا فقط، يعني تجاوزا. ماشي. هلا هو في عندنا نوع من الاسئله بسموها اعدادات المنطق، يعني اذا جاوب ايه بياخذوا على محل، واذا جاوب لا بياخذوا على محل ثاني. انا اكثر شيء مثل ما قلت لكم افضل الاسئله اللي هي اختيار متعدد. هلا الايجابي مثلا شراء، افضل شراء الالبسه. الالبسه ماشي. هلا بدنا نضيف جواب جديد، ايه مثلا بدنا نقول له شراء الاحذيه. الاحذيه ماشي. طيب بدنا نضيف جواب، ايه نعم، شراء مثلا الاكسسوارات. تمام ماشي. هلا لاحظوا انه انكتبت هاي الاجوبه، بدكم تضيفوا جواب رابع. هلا شو بيطلع قدامه؟ لاحظوا بيطلع له سؤال هون، بيطلع له اجوبه، بيختار هو الزبون، بيختار الجواب اللي بده اياه منهم لهدو. ماشي. هلا بنيجي للمعلومات الشخصيه. المعلومات الشخصيه لاحظين انه هن بشكل افتراضي اعطينا سؤال شو بريد الالكتروني، شو اسمه، انا ما بدي البريد الالكتروني بحسبه. ماشي. هلا بضيف اضافه معلومات شخصيه. طبعا عندنا عده انواع من المعلومات الشخصيه، في عندنا معلومات الاتصال، وفي عندنا معلومات المستخدم، وفي عندنا البيانات الديموغرافيه ومعلومات العمل. فاذا رحنا على معلومات الاتصال بنلاحظ انه في رقم الهاتف، البريد الالكتروني، فبدي اخذ رقم الهاتف، لاحظوا من ضفه. طبعا هلا بدنا نضيف سؤال لاخر. ماشي. بالنسبه لمثلا المعلومات خلص عرفناها، معلومات المستخدم مثلا الاسم الاول، اسم العائله، ممكن بلزمكم بالحجز بكذا، كثير بلزم الاسم الاول اسم العائله. طيب بالنسبه لمثلا البيانات الديموغرافيه، يعني شو بلزم المعلومات البيانات الديموغرافيه؟ انه معناته مثلا شو هو الجندر لإله، هل هو ذكر ام انثى، شو دخل، ليش الدنيا عرفت. طيب يا اخي بجوز احنا مركز طبي بهمنا، صح ولا لا، نتقدم لانه شو، أو بصير صح، وقتها او مثلا نساله عن عمره، صح، ما بهمنا. الدكتور احيانا كثير بيسال واحد، هلا شافه هو اذا كان رجال، الدكتور ماشي بس بدي اعرف شو قد عمره، ما بسالش قد عمرك. ليش؟ لانه احيانا تقييم حاله المريض تعتمد على معرفه عمره سنه، صح، يعني السن من كذا لكذا، معلش يكون ضغطه بيوصل للمقطع، السن من كذا لا صار بده مثلا حميه، السن من كذا لكذا لا صار بده دواء، سن من كذا كذا نبعته على المستشفى، هيك عرفت كيف؟ فلازم هالامور هاي كلها ايه لازم الدكتور يعرف. فلذلك هاي الاسئله، يعني هاي الاسئله ليست تدخل بشؤون الناس. هلا معلومات العمل بهمني اعرف هذا الشخص شو بيشتغل، لانه طبيعه استمارته، طبيعه عمل هذا إلى علاقه بنشاط عمله لهذا الانسان، فممكن حتى اطلب منه بريد الكتروني العمل ورقم هاتف في العمل. هلا المهم انا ما بدي من كل بيانات الاتصال غير اسمه ورقمه بس، وصلى الله وبارك. هلا بعدها شو بعمل؟ بعد ما بخلص من هذا الموضوع بطفي فقرة الأسئلة وبنتقل لفقرة الخصوصية. طبعا في عندنا شيء اسمه بيان إخلاء مسؤولية، يعني أنا مثلا سألتك سؤال يا عمر وأنت جاوبتني، فتقييمي لحالتك عم يعتمد على الأسئلة اللي أنت جاوبتني عليها. يعني مثلا أنا والله سألته للمريض شو قد عمرك؟ قام جو استحى هيك شوي وراح قال له إنه عمره 25. ماشي. اجيت انا اعطيته تقييم طبي لهذا المريض بالاعتماد على عمر 25، بالتالي انا اخطات. ليش انا اخطات؟ لانه هو كذب علي، اعطاني عمر غير صح. فانا بدي اخلي مسؤوليتي انه نحن مثلا هالتقييمات اللي عم نعطيها عم نعطيها بناء على المعلومات اللي انت عم تزودنا فيها، فانا بدي اخلي مسؤوليتي مثلا، فبحط احكام وشروط وكذا ونص. تمام. ولازم يوافق عليا، لازم يوافق، انتبهوا، بدي اعطيه موافقه، يعني مطلوبي. ماشي. مطلوب الموافقة، طبعا الموافقة اختيارية مو شرط، يعني بس انه فيك تحط موافقة انه يوافق على الشروط هاي هو. ماشي. بس مشان ما يعني نخوفه للزبون وكذا ونقطع قلبه كذا، من آيس شوي عن الموضوع بلاها. تمام. هلا في عندنا شيء بسموه سياسة الخصوصية اللي هي برايفسي بوليسي. كمان هذا زبون مثل ما ان احنا لنا حق انه يزودنا هو ببيانات صحيحة، كمان هو له حق علينا شو، انه نحن نحفظ له بياناته، نحفظ له معلوماته وما نسربها لطرف ثاني. ماشي. فطبعا نحن دائما، انا قلت لكم طبعا اذا بتتذكروا انه لازم كل شركه يكون في عندها ويب سايت، ويكون بقلب الويب سايت في شيء بسموه البرايفسي بوليسي او بيانات الخصوصيه. طبعا مثلا بتكتب اسم الشركه، هلا بتكتب لاحظوا عرض سياسات الخصوصيه للشركه، فتمسح هدول اثنين وتحط محلهم اسم شركتك. ماشي. هلا هون شو بتحط؟ تحط اليو ار ال تبع
البرايفسي بوليسي بقلب الويب سايت عندك، بتحطه لهذا اليو ار ال. هلا في شخص ما عنده مثلا، ما عنده ويب سايت، طيب منين بدنا نجيب له منين بدنا نجيب له البرايفسي؟ بكون عامل برايفسي بوليسي، حاططه بقلب ملف بي دي اف وحاطه على الدرايف مثلا، فبياخذ الرابط تبعه ويحطوه هون، وهيك بكون. هلا مشان انا ما بحب اعلمكم غلط او احكي شيء غلط، حتى شيء ما بعرفه لكم ما بعرفه، لا بحب اني احكي غلط، حتى لو ما بعرفه لكم ما بعرفه، خلص انتهى الموضوع، وما بحب جاوبكم غلط عنه. فيكم تحطوا مثلا رابط الموقع اذا ما عندكم صفحه بيانات خصوص، بيعملوها بيعملوها، بس هي غلط. ماشي طيب، هلا تخصيص مالكم فيها صفحه شكر، خلينا ننتقل لصفحه شكر، اخر صفحه، شكرا لردك. هلا مثلا نص الزر طبعا ممكن انه دعوي، طبعا اول شيء هون مثلا شو بتكتبوا له؟ اول شيء شكرا لردك، تحتها في وصف بيظهر هذا الوصف هون، هذا الوصف سوف يتم التواصل معكم في اقرب وقت ممكن، صح؟ مثلا يمكنكم التفضل بزياره الويب سايت. هلا بعد ما بتقول له زر الدعوه لمشاهده الويب سايت هون مثلا، مشاهده الويب سايت هون، فاسم الزر بكون فيو ويب سايت، فيو ويب سايت. هلا في بعض ناس شو بيعملوا كمان؟ هذا زر فيو ويب سايت بشيله، بيمسح هذا الكلام بقول له شو زر واتساب، تواصل معنا واتساب، وبروح هون شو بحط؟ ما بحط رابط الويب سايت، شو بحط؟ بحط رابط واتساب كنوع من الاحتيال. غلط، اصلا ممنوع تحط رابط واتساب، لك اصلا حتى الفيسبوك ممنوع اللي هو صاحب الواتساب، فكيف بده اذا ما شافها ممكن تمر، ما بعرف جزء يوقفوا لك حسابك العادي. نعم ابدا، اعوذ بالله من الظلم، لذلك ما بعرف شو النتيجه، بس انا متاكد منه انه غلط ممنوع. ماشي هلا ممكن تضيفه زر، اي ممكن تضيفه زر مشاهده الويب سايت، خلص حطيناه، تثبيت تطبيق اذا كان عندكم تطبيق اندرويد مثلا او اي او اس. هلا بعد ما بتخلصه ممكن انكم تعملوا له حفظ، او حفظ بعدين اكمال، حفظ بعدين اكمال، طب تعملوا نعمل له حفظ هلا، وهيك بتصير الاستماره طبعا جاهزه للاستخدام بالاعلان. اي واحد فوت على الاعلان بيكبس على زر قدم او كذا او شيء، بتطلع له هاي الاستماره بيعبي فيها بياناته. ماشي لازم صح؟ شلون؟ كيف يحكي؟ طيب لا لا انا بس حطيت هذا السؤال وثلاث اجوبه، اختار واحد. ايه طبعا اكيد ما ايه. هلا بالنسبه للتتبع، ممكن تعقب احداث التيك توك، الاحداث على طبعا تعقب الاحداث على تيك توك، ممكن احداث موقع الويب. ماشي فبتشوف احد البكسلات اللي انت شو بدك تتعقب، الشراء، بدك تتعقب تحميل هالمنتج بعربة المشتريات، بدك تعقب مشاهدة الويب سايت، بدك تعقب التسجيل، اي شيء انت منشط كثير بكسلات، ممكن انك تستخدم بكسل المناسب لك. ماشي هدول للمتقدمين مالكم فيهم، بعدين ما بقى غير انكم تعملوا له ارسال، طبعا هون بتوافقوا على الشروط، لازم توافقوا على الشروط. ايوه بعدين بتقولوا له ارسال، وهيك بروح الاعلان باتجاه المعاينه والنشر والموافقه. في حد عنده اي سؤال على الحديث هون؟ جماعه الاونلاين رح ننتقل هلا ل لوحة المعلومات، خروج داشبورد أو لوحة المعلومات. نعم إيه إيه، لا خمسة خالصين، ما في عنا شيء اليوم وبكره، بس بقى أنا شوية سناب شات خالصين، ما عاد في شيء. طبعا إذا رحنا هون الأدوات، لاحظوا إنه في عنا شيء هون اسمه مدير الجمهور. بس الغريب انه ليش هيك صفن؟ طبعا ارجع بس للغة العربية. طيب هلا لاحظ، شوف هاي فقرة مهمة، ما شوف انشاء جمهور.
في عندنا جمهور مخصص وفي عندنا جمهور مشابه. فنبدا بالجمهور المخصص. تعرف هذول مرقنا فيهم بالمتة اذا بتذكروا مره. طبعا ملف العميل هاي شوي معقده جدا، لذلك راح نلغيها ما راح نحكي فيها، لان هي الحقيقه بتعتمد على البرمجه، يعني بده يكون الشخص اللي بيشتغل عليها خبير بالبرمجه. يعني تصور انك انت مثلا تقدر تسحب الاي ديات تبعية التليفون، يعني كل جهاز موبايل بفوت على على النت في له اي دي، بدك تسحبه وتحطه بملف اكسل وتحمله كذا، يعني بده يكون في عندك يعني تعقب العملاء عن طريق مثلا ايه. فراح نلغيها هاي لانه ما أنا لازم. هلا التفاعل مثلا، الاشخاص الذين شاهدوا المحتوى، يعني مثلا انت عندك حساب على تيك توك وفي عندك اشخاص شاهدوا فيديوهاتك، في عندك اشخاص تابعوك كذا، فممكن انك انت تعمل مع منهم لهدول الاشخاص جمهور. ماشي. طبعا هلا اول خطوه هون بنعملها انه شو بنعمل؟ بنشوف هون بنضيف قاعده. طبعا المجموعه الاعلانيه بتختار انت طبعا المجموعات الاعلانيه، اذا كان عندك مجموعات عامله اعلانات سابقا بتختار المجموعات الاعلانيه، من هالمجموعات الاعلانيه فيك تصنف. ماشي. مثلا اعلانات الفيديو، مثلا اخذنا اعلانات الفيديو من هالمجموعات، المجموعه الاعلانيه المعينه اللي اخترناها. طيب ماشي. او اذا كانوا الكل المجموعات الاعلانيه، شو في اعلانات فيديو بكل هالمجموعات الاعلانيه؟ عرفت شلون؟ بمعنى اخر، كل المجموعات الاعلانيه شو في اعلانات فيديو، شو في ناس تابعوا او تفاعلوا مع الفيديوهات، انا بدي اجمعهم اعمل منهم جمهور. ماشي. طيب فيني ضيف، طبعا الاجراء مثلا اللي قاموا بالنقر اللي ظهر لهم بس الاعلان، يعني فيني حدد كمان، مو انه والله اي شيء، لا، مثلا اللي شاف الفيديو لمده ثانيتين واللي شاف الفيديو لمده 6 ثواني. طيب خلينا ناخذ مثلا اللي شاف الفيديو بنسبه 50، يعني نعمل منه هلا في اخر شاد 7 ايام، لا خليها في اخر 90 يوم، من اخر 3 اشهر. اذا كل شيء في اشخاص شافوا اعلانات الفيديوهات تبعيتي باخر 90 يوم بنسبه 50%. إذا كل شيء فيه أشخاص شافوا إعلانات الفيديوهات تبعيتي ماشي بآخر 90 يوم بنسبة 50% شافوا الفيديو، يعني ما تابع الفيديو كله، شاف نصه للفيديو ووقف. ماشي. هذول بدي إياك تجمع لي إياهم. أقول له لا. هلا شو بيعرفوا فيه التيك توك لهدول؟ ما هو التيك توك من قلبه فاتوا، هذول مشتركين فيه فاتوا تفرجوا فهو بيعرفه. ما بتعرفه بتشوفه مثلا بالفيسبوك بلاده كم مشاهدي لكل فيديو، بيعرف أنت كل شاهدوا الفيديو. طبعا فينا نضيف قاعدة ثانية، يعني فينا نضيق الجمهور او نوسعه. نعم، عن طريق اضافه قواعد جديده. يعني مثلا اذا ضفنا قاعده، في عندنا شيء اسمه توسيع. توسيع، تعالوا ناخذ توسيع. هلا بمعنى اخر، انا عم اقول له لا التيك توك جيب لي الناس اللي شاهدوا اعلانات الفيديوهات تبعيتي باخر 90 يوم بنسبه 50%، او الناس مثلا بختار معيار جديد مثلا ماشي اللي شافوا مثلا اعلان صفحتي، ما انا عامل اعلان عن ملف البروفايلي مثلا، الاجراء اللي قاموا بعمليه النقر على هذا الاعلان باخر 90 يوم. اذا بدي هدول او هدول، فالاجتماع مع بعضه شو توسع الجمهور. فيك تضيفها ليك اضاف قاعده جديده، بتضلك عم تضيف. لا مشان ما نخربطك، هيك فصلونا ما مشان ما يصير في لخبطه وكذا. هلا انتبهتوا كيف؟ كيف اضفنا معيار جديد بالحد او، لاحظوا او هذا، فكلمه او وسعت الجمهور زياده. طيب انا راح احذفها لهاي وراح اقول له اضافه قاعده تضيق نطاق الجمهور. شو اللي بصير؟ انه يجيب لي الناس اللي تفرجوا على اعلانات الفيديوهات تبعوتي باخر 90 يوم بنسبه 50%، والناس اللي تفرجوا على اعلانات ملفي الشخصي على تيك توك ماشي وقاموا بالنقر باخر 90 يوم جيب لي. يعني لازم يكون اتفرج على فيديوهاتي بنسبة 50% بآخر 90 يوم، وكمان شاف إعلانات ملف الشخصي على تيك توك ونقر عليه. شو صار الجمهور؟ قال لي كثير، قال لي كثير هذا الجمهور، صح لما لا؟ طيب هلا بقول له مثلا هلا هون شو بعمل؟ أكيد راح طبعا فيني استبعد أشخاص كمان، يعني فيني استبعد، بعمل استبعاد لجهة معينة ما بدي إياها. كمان هاي رول جديد ضفته، ما بدي هلا خليه هيك. هلا تحديث تلقائي، شو معنى كلمة تحديث تلقائي؟ نخليها على وصول على موضوع التحديث التلقائي. يعني انا لساتني عم بعمل فيديو اعلانات فيديوهات
ولساتني عم بعمل اعلانات، عم تعرف بالملف الشخصي على 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 تيك توك، وهذا عم يجيب مشاهدات وهذا عم يجيب نقرات. فهل الجمهور بتوسع بتغير بحسب المستجدات؟ دائما عم يعني نعمل له ابديت حسب الاعلانات اللي عم بتصير. فاذا بدكم هذا يضل الجمهور بوضع ابديت فبتفعلوا هذا الزر، اذا بدكم الجمهور ما نعمل له تحديث لا. ماشي. هلا الوصول للتكرار هاي ما بنصحكم فيها، هاي بنصحكم فيها فقط اذا كنتوا عم تعملوا حملات اعلانيه خاصه بالوصول ريتش بس. ماشي. يعني مبدئيا خلوها مطفيه، ما في داعي انكم تشغلوها. تمام. هلا بعد ما بتخلصوا بتعطوا اسم لهذا الجمهور من هو هالاسم، بعدين بتقولوا له تاكيد، وهيك بهالشكل هذا بتكون تفاعل هذا الجمهور. طيب هذا الجمهور شو كان مصدره؟ مصدره التيك توك، جبناه من قلب التيك توك، ناس تابعوا فيديوهاتنا وناس نقروا على زر اخذهم على ملفنا الشخصي. يعني كنا عم نعمل اعلان للترويج لملفنا الشخصي بالتيك توك، فنقروا على الزر قام راحوا لقلب ملفنا الشخصي، وبالتالي نضلوا بقلب التيك توك. كله الاجراء كله صار بقلب التيك توك، وبالتالي التيك توك بيعرفون. بما انه بيعرفون فممكن يجمعهم ويعمل منهم جو. فالمعيار سهل، المعيار سهل. اما اذا قلنا له انشاء جمهور مخصص واخذنا شيء معدل الزيارات على الموقع الانترنت. هلا لاحظوا هون اختلف الموضوع. هون في عندنا اعلان باخره في زر تعرف على المزيد او اقرا المزيد، بيكبس عليه هذا الشخص ولا بروح على الويب سايت تبعنا؟ اذا صار في انتقال، انتقل من قلب التيك توك راح على الويب سايت تبعنا. هلا شو اللي صار؟ التيك توك ما عاد يعرف شيء عنه، لما راح على الويب سايت لعنا ما عاد يعرف شيء عنه نهائي. وين صار؟ شو عم يسوي؟ الا بحاله وحده بس، اذا فعلنا البكسلات، اذا سمحنا له للتيك توك انه يتعقب هذا الشخص. ماشي. اللي بقلب موقعنا فعلنا بكسل الشراء، التيك توك تعقبوا لهذا الشخص، شافوا اشترى سجلوا ضافوا، وبالتالي نحن هون واضح تماما انه العمليه شو لازم تكون؟ شغل بكسلات يعني. ماشي. فلاحظوا مثلا هلا هون مشاهده الصفحه مثلا حط لي معيار انه فاتوا على الويب سايت تبعي تفرجوا عليه مشاهده الصفحه. هلا ممكن اختار ايه اكمال تسجيل عرض محتوى اضافه الى عرض التسوق، اتمام عمليه شراء، البحث، كبسوا على زر البحث بقلب موقع، نقروا على زر معين، تنزيل اذا كان موقع ببيع برامج وتحميل، نزلوا تطبيق وهكذا. شو هو الاجراء اللي قاموا فيه ضمنه بختاره انا. هلا باخر كم يوم مثلا بدي اختار 90 يوم. تمام اوكي. طيب شو هي وحده البكسل؟ حسب انت. يعني مثلا انت اخترت مشاهده صفحه بتروح بتشوف بكسل المشاهده، انت اخترت شراء بتروح بتشوف بكسل الشراء هو اللي بتفعله، صح؟ مزبوط. فانا راح اختار البكسل شو الفيو، بكسل الفيو شو هو البكسل اللي بيتضمن عمليه الفيو، يعني الشخص اللي فات طلع على الويب سايت فعل هذا البكسل هون. تمام خلص. هلا صار شو عم يعمل التيك توك؟ عم يسحب لي جمهور هذا البكسل، عم يسحب لي الاشخاص تبعوت هذا البكسل ويأسس منهم جمهور. هلا انا عاد شو بعمل؟ ممكن اني استهدفه لهذا الجمهور باعلان جديد. طيب ليش انا بدي استهدف هذا الجمهور؟ على مبدأ انه شخص فات على المحل بالسوق وتفرج، مرت الجاي بجوز يفوت تشتري، صح لما لا؟ طيب شخص فات واشترى بجوز يرد يجي يشتري مره ثانيه، عجبه المحل وعجبته البضاعه فبروح بيشتري مره ثانيه، صح ولا لا؟ على هالمبدا نحن بنشتغل. طيب هذا الشخص شاف اعلاننا قبل هالمره وفات على الويب سايت وزار الويب سايت بس تفرج عليه فقط. طيب شو رايكم نعمل له هلا اعلان جديد؟ فرجيه هيك اعلاننا وكذا، نشجعه هالمره يفوت تشتري. طيب ما بتلاحظوه انتم؟ لاحظوه. ما بتفوتوا احيانا بتكبسوا على اعلان بتفوتوا على الويب سايت بتلاقوا الاعلان عم يطلع لكم، صح؟ طيب مفهوم. هلا كمان نعمل له تحديث تلقائي والوصول هاي من وبعدين بنعطيه اسم بنقول له فهيك بروح. هذا جمهور احنا بنستخدمه للحملات الاعلانيه صح؟ نستخدمه بحملات اعلانيه قادمه بسموها حمله اعاده استهداف. هاي بنحب نجمع مبيعاتهم نجمع مبيعات على على الاعلانيه فكره بالنسبه تعقيبا على كلامك، هذا الجمهور ما بينعمل فورا، بتلاقي بسمو بتفوت عليها هون لهي النافذه نفسها بتلاقي الجماهير اللي انت مسويها لهم بهالجدول، بس شو بتلاقي في جماهير قيد التقدم، قيد التقدم، قيد التقدم، بياخذ تقريبا 24 48 ساعه حتى يكتمل هذا الجمهور. ودائما بنعمل ابديت، يعني انت لما تفعل الابديت هون، يعني مثلا اذا اخذنا هاي وفعلت هاي الابديت هون دائما بنعمل له ابديت، دائما بنعمل له ابديت. ايه ماشي. طيب هلا جمهور مخصص مثلا عملاء محتملين، يعني ممكن انه نحن نصطاد. هذا اللي عم يعمل هو او اللي على شيء ما بيعرضون عليك اي اشخاص
تعقبتهم البكسلات، السوشيال ميديا ما بترضى تخليك تشوفه، بس شو بتعمل؟ تسمح لك تجمع لك اياهم، تخليهم عندك، تسمح لك انك تستهدفهم بس ما تخليك تشوفه. كنت بس على الويب سايت استخدم من البرمج كل شيء يجي عن طريق التيك توك حتى المبرمج ما فيش، يعمل لا لك لا لا ما فيك تعرفهم نهاية إلا بحالي وحدي. إذا مثلا هذا ال شو اسمه هذا مثلا أعطاك رقم كذا هيك يعني هيك. طيب هلا بتعرفوا النشاط في وضع عدم اتصال، هون بهاي الحالة انتم ما عندكم لا صفحة لا موقع على الانترنت ولا شيء، متجركم هو صفحتكم على التنين. يعني انت مثلا عامل متجرك وصفحتك على الفيسبوك او صفحتك على التيك توك او صفحتك، وهذا حال كثير ناس على فكره، يعني في كثير ناس هيك بيشتغلوا. ايه فانت بهالحاله هاي فعلتوا مثلا نفرض زر الاتصال، زر اتصل، فباخر الاعلان شاف منتج كبس على زر الاتصال اتصل لعندكم، الو مرحبا انا بدي اشتري مثلا هالجهاز، ليش اشتري؟ شو حقه كذا حقه هيك هيك، بعتوا لي لو سمحتوا الايبان كذا حسبكم شحنتوا لي، تمام؟ اسلوب بسيط بالبيع لكن عم يستخدمه، يعني وارد انه يصير. طيب هلا شو المشكله بهذا النوع؟ ما في هذا الشخص ما راح لقلب الويب سايت واشترى لحتى نتعقبه بالبكسل تبع الشراء. فهذا الشخص كيف بدنا نجمعهم ونعمل منهم جمهور؟ كارثه. ليش؟ لانه ما عندنا ويب سايت. طيب شو رايكم نعمل جدول اكسل نكتب فيه اسم هالشخص، رقم الاتصال، رقم اللي اتصل فينا منه، والتاريخ اللي اتصل اشترى، ونحطه قلب الجدول اكسل، ماشي؟ وبنحمل هذا الجدول على التيك توك، بنحمل هذا الجدول على التيك توك. التيك توك هلا انا شو اللي بعرف؟ انا بعرف رقمه، يعني انت اتصلت السلام علي انا. عليكم. وعليكم السلام، تفضل. أهلين أستاذ، قلت لك أستاذ جدول البكسل نضيف فيه الرقم كيف؟ كيف الطريقة إضافة الرقم؟ جدول اكسل إكسل. بس انا بجوز كيف نضيف جدول إكسل جدول اكسل مكون من 3 اعمده، 3 حقول، الحقل الاول هو اسم الشخص، الحقل الثاني رقمه، الحقل الثالث التاريخ اللي اتصل فيه. هلا انت ممكن انك تفوت على الفورمات تبع كل سيلز او كل حقل من هالحقول، انه تحط انه الفورمات او التنسيق تبع هذا الحقل انه هو رقم هاتف، وتحط الفورمات او التنسيق تبع هذا الحقل هو تاريخ، وخلصت. تمام ما تمام هلا شو الاشكاليه؟ انت مثلا شفتي اعلاني، اتصلت لعندي، انا عرفت رقمك، تمام؟ عرفت كيف؟ انا ما بعرفك منك، انت على التيك توك، شو حسابك على التيك توك ما بعرف، انا بس بعرف انه شو رقمك، صح ولا؟ التيك توك بيعرف شو هو حسابك. ها هلا التيك توك بيعرف حسابك وانا بعرف رقمك، طب اذا دمجنا هالمفهومين مع بعضهم البعض شو بصير؟ عرفك التيك توك انت من رقمك وحسابك. فهون بحالي هاي بيقدر التيك توك يجمع انت وغيرك 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 وغيرك، يعمل منكم شهود. نعم طبعا، لذلك بتلاقي انه في احتمالي انه ما يعطيك الجمهور كله. ليش؟ بجوز هذا الشخص فايت من رقم ثاني، لكن هو شو راح يعرف؟ ياخذ هاي الارقام ويبلش يقارنها مع قاعده البيانات اللي عنده بالارقام المسجلين عنده. كل شيء في اشخاص سجلوا بالتيك توك ما حطوا ارقام لما سجلوا بالتيك توك فتحوا حسابات فيها، فبقارن هالارقام اللي وصلته بالجدول اللي انا حملت له اياه مع الارقام المسجلين عنده، وبلش شو وين بيصير في تطابق، فعرف البروفايل تبعه. هذا هو بسموه البكسل عدم اتصال، شرحت لكم اياه. ايه هلا النشاط هون اذا انت بدك تاخذ هالبكسل تعمل منه جمهور، انت فعلوا البكسل للمره، بس هلا بدك تسحب الجمهور تبعه منه، تمام؟ طيب لا لا بيعمل لك جمهور باسم، ايه بترفع الشيت من قلبه بقول لك حمل الشيت، وانا بكون انت عم تعمله لهذا البكسل ثاني خطوه تلاقي بقول لك حمل الملف، تمام هيك؟ طبعا هلا في عندنا شيء اسمه الجمهور المشابه، والجمهور المشابه حكينا عنه كمان اذا بتتذكروا بالفيسبوك. فلنفرض جدلا مثلا يعني انه انا عندي جمهور بمصر، هذا الجمهور رائع دائما عم يجيب لي مبيعات كثير حلوه، انا كثير كثير مبسوط من هذا الجمهور، ودائما بعمل اعلان وبستهدفه لهذا الجمهور، ودائما النتائج طيبه، جينا نتائج كويسه، ماشي؟
طيب شو رأيكم انه نحن ممكن انه نستوحي من هذا الجمهور جمهور اخر بيشبهه كثير لهذا الجمهور لكن موجود بتركيا بس على نمطه، نخلي الخوارزميات والذكاء الاصطناعي هو يستنتج لنا جمهور على نمط هذا الجمهور ولكن في تركيا وليس في مصر. شو رأيكم بهذه الشغلة؟ طبعا اول شغله انه لازم هذا الجمهور خلينا نقول يتضمن، فبنختار جمهور مخصص. اول شيء الجمهور المشابه ما بينعمل الا من جمهور مخصص حصرا، ما بينعمل الا من جمهور مخصص تيك توك هيك. فبتختاروا انت جمهور مخصص بتحطوه هون. هلا بتختاروا الموضع تيك توك، طبعا في عندنا هاي مواقع عالميه شركاء التيك توك ما بدنا، اكيد بدنا التيك توك بنحطه من هون تيك توك، الموضوع تيك توك. هلا الموقع وين موقع هذا الجمهور؟ الجمهور الجديد، الجمهور القديم خلاص معروف انت اخترته من هون، اما الجمهور الجديد وين بدك اياه؟ بتركيا. ماشي الموقع ده بس هنوصل، هي الموقع. فبتختار تركيا. ماشي تمام. هلا بتعطيه اسم لهذا الجمهور مفهوم، بتعطيه. هلا هون في عندك اذا بتتذكر بالفيسبوك اخذناها لهي، اخذنا نسبة التشابه وسحبناها، هون اعطيك اياها ضيق متوازن واسع. هلا اذا عملت واسع صار غالي شوي عليك الاعلان بغلي، اذا عملته ضيق ما اكثر تستفيد من الاعلان زياده، خلي على الوضع متوازن. اذا لقيت مثلا انه ما اعطاك نتيجه زياده يمكن تعملوا اعلان توسعوا انت من هون بعدين تعملوا تاكيد، وهيك بكون شكلت انت جمهور اسمه الجمهور المشابه بس الجمهور. تختلف موضوع الدولي اللوكيشن ايه بس موضوع لا ممكن حتى انت بقلب تركيا مثلا، انت جمهورك الاساسي اللي عم يعطيك نتائج بقلب تركيا تلاقي جمهور مشابه له بقلب تركيا، ما غلط. الموضوع هو اصغر بس او مثلا انا بجمهوري الاساسي بالقاهره مثلا، وهلا بدي الاقي جمهور مشابه له مثلا بمدن مصريه كمان بصير، او ممكن لاقي جمهور مشابه له بقلب القاهره نفسها، ما غلط. عرفت كيف؟ موضوع كل جغرافي ايه بس عصر شغل شمالي ايه عصر ايه ممكن بنفس الموقع يعني بس جمهور مشابه. واذا بتذكر الفيسبوك كان يعطينا خيارات اوسع من الناحيه، بيعطيك عده واحد واحد اثنين ثلاثه اربعه خمس جماهير مشابهه اذا بدك، عمليه احتماليه يعني، هو خوارزميات عم تشتغل والمطابقات. حد عنده اي سؤال على التيك توك حتى الان؟ طيب نحن هلا بعد اذنكم بدنا نستريح كم دقيقه وبدنا نرجع نبدا بسناب شات. يلا شكرا يعطيكم العافيه.
السلام عليكم، جاهزين؟ نعم أستاذ جاهزين. بس تيجوا، في ناس هون حضور، بس تيجوا. أستاذ أحمد ما في صوت. عم تسمعوني هلا؟ هلا هو هلا واضح. ما بدأنا، بس عم نستنى لحتى يجي. وطبعا في عندي، بس بعت ورا الشاب لأنه طلع بالسماء رجع مشان يحضر. طبعا هلا رح نبدأ نحن بالاستكمال. قبل ما نبدأ بسناب شات لازم نحكي شغلي، بس ملاحظة أخيرة على التيك توك، يعني إنه التيك توك ما بيحب الكتابة على الفيديو. يعني نحن مثلا بإعلانات التيك توك، يعني الكتابة على الفيديو غير مستحبة، وخاصة إذا كانت هاي الكتابة بتتضمن يعني أرقام هاتف أو يعني إيميلات أو شيء من هيك. فتيك توك بيكره هاي الشغلة كثير وما بحبها، فلذلك يعني طبعا انا بس كنت عم بعمل لوج ان على منصه التيك توك، طلع الصوت من الفيديوهات، فلذلك هو للاسف هون اللابتوب او الديسكتوب. سهلا. لما بتعملوا لوج ان على منصه تيك توك مباشره بصير شغلكم فيديوهات، وبتطلع الصوت بالفيديوهات وبتضايق على المحاضره. ففصلت الصوت على بين بس ما اعمل لوج ان، يعني حتى من قبل ما تعمل لوج ان بلش يعطيك فيديوهات ويشغلها لحالك، فمشان ما يضرب الصوت على المحاضره اجيت رحت فصلت له الصوت انا مباشره. هلا اذا فتنا على التيك توك من هون، مثل ما كنتم شايفين هاي النافذه الرئيسيه لتيك توك، هاي النفس اللي بتفتحوها انتم من خلال موبايلاتكم. انا رح فوت على هون، شايفين هون، رح فوت على شيء اسمه الاعدادات سيتنجز او هالمسنن اللي شايفينه، رح فوت عليه من هون ماشي. ولاحظوا هون راح اختار منه شيء بسموه الحساب التجاري، الحساب التجاري ماشي. هلا طبعا نفس الملاحظه اللي حكيناها سابقا بالنسبه لانستغرام، انه هو الفيسبوك منصه تعطيك امكانيه انك تفتح صفحه، كل ما بدك انت مثلا اسست نشاط تجاري معين فبتروح تفتح صفحه تمثل هذا النشاط التجاري، وبضل حسابك مثل ما هو مستقل،
وفيك تتنقل بين حسابك وبين الصفحة، انك تحكي باسم حسابك او بتحكي باسم الصفحة انت ما بدك، ماشي؟ فانت لما بتكون عم تتابع حسابك العادي بتحكي باسم حسابك، لما بتكون عم تفوت على صفحتك التجارية بتحكي باسم صفحتك، حتى مو ضروري تكون صفحتك تجارية ايا كان، بس انت بتحكي باسم صفحتك. فالفيسبوك بيعطيك حرية كتير كبيرة من هالناحية. اما بالنسبة للانستغرام والتيك توك وسناب شات، هدول فيهم مشكلة، هدول المواقع انه ما في امكانية تفتح صفحات فيه، وبالتالي لابد من انك انت يكون في طريقة، تنبهوا لطريقة كلياتهم صاروا يتبعوها تقريبا. طبعا سناب شات لا، بمجرد ما فتحت حساب اعمال هو اوتوماتيكلي بيقلب لك حسابك الفردي لحساب تجاري. اما بالنسبة للانستغرام وتيك توك لا، لازم انت يدويا تقوم بنقل حسابك، لا تحويل حسابك لحساب تجاري، لحساب تجاري عن طريق هاي الخطوة اللي بتعملها. طبعا شو ميزة تحويل حسابك لحساب تجاري؟ طبعا راح يعطيك يعني ادوات التسويق، الميزات الحصريه من خلال الحساب التجاري، بيعطيك يعني بيعطيك الاحصائيات تبعت كل بوست او منشور من منشوراتك على تيك توك، بيعطيك اياها، بيسمح لك انك تستخدم الموسيقى بدون حقوق نشر، ما في مشكله. اذا بتتذكروا اذا بدك تحط موسيقى يا اما تذكر مصدرها يا اما تكون هاي الموسيقى الك مثلا. اما لا هلا هون طالما انت حولت حسابك لحساب تجاري فممكن انك تستخدم الموسيقى من دون حقوق نشر، ماشي؟ ثالثا، انت لما بتكون عم تعلن، فانت اصلا لما عم تعلن ومبين من طبيعه اعلانك ومبين من طبيعه منشوراتك على صفحتك انك صاحب نشاط تجاري بس ما انك مفعل هاي الميزه، فبيعتبر التيك توك انك انت عم تعمل شغل شو بيقولوا مثل انتهازي مشبوه او كذا. لذلك انت لازم تحول حسابك لحساب تجاري عن طريق التحويله هاي البسيطه اللي هون، ما بدها شيء، ماشي؟ وهيك بهالطريقه هاي بتحول حسابك الفردي او حسابك الشخصي على تيك توك الى حساب تجاري، ماشي؟ هيك بتتجاوز انت كثير شغلات تتعلق بتعطيل وتوقيف حسابك الاعلاني وليش اعلانك ما عم يمشي وشغلات كثير، وهي كلها تتك الزر مثل ما انكم شايفين بس ما حد بيعرفها. يعني لا هذا الموضوع، بتمنى اللي بحبوا انهم يعملوا اعلانات على تيك توك انهم يتنبهوا لها النقطة هاي ويعملوها، طبعا بالاضافة للخطوات اللي حكينا عنها، انك تعمل مدير اعمال ومدير اعلانات وهالامور هاي كلها خطوات، بحيث انه والحقيقه انه عن تجربه يعني عم اقول لكم، طبعا خضنا عده دورات بالاشهر اللي مضت بالتسويق الالكتروني، والحقيقه انه اعطت يعني نتائج ممتازه. يعني في كثير ناس كانوا يقولوا لي انه كثير 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 عم يصير معنا مشاكل بحسابات التيك توك بعد ما اتبعوا الخطوات اللي انا عملتها بالكورس، نفس الخطوات اللي عملتها بالكورس معكم او بالكورسات غير يعني عملتها بمعاهد تاني مع طلاب تانيين، كلياتهم بعتوا رسائل على المجموعة، حتى في منهم بعتوا رسائل على المجموعات عم يشكروني انه فعلا ما عاد ظهرت معهم نهائيا هاي المشاكل اللي كانت تصير، ماشي؟ فلذلك انتم انا بتمنى انكم انتم اذا بتحبوا تعملوا اعلانات على التيك توك او حتى على الفيسبوك او اي منصة انكم تتبعوا الخطوات اللي عم نحكيها، هيك ممكن انه تظهر تكون المشاكل مقتصرة على شغلتين فقط انا احكي لكم عليهم. المشكلة الأولى إنك أنت يكون في بإعلانك انتهاك لسياسة المنصة، وهنا ساعتها الموضوع يعني خرج عن إرادتنا. والمشكلة الثانية إنه يكون في إشكال مثلا بحسابك البنكي، يعني كمان إذا في إشكالية بحسابك البنكي كمان هاي يعني أنا مو عندي، يعني مثلا إذا كان حسابك البنكي فيه قيود معينة على الإعلانات بمنصات التواصل الاجتماعي فشي طبيعي إنه ما يشتغل، وما وبالتالي تظهر المشاكل. يعني هلأ في حد عنده أي استفسار بالنسبة لموضوع التيك توك قبل ما ننتقل ل سناب شات؟ مثل ما وصيتكم ما بيحب التيك توك كثير الكتابي على الفيديو، يعني بلا كثروا كتابي على الفيديوهات، وخاصة إذا كانت هاي الكتابة فيها بيانات الاتصال. أوعى يعني، معلش. بدكم تضيفوا شيء للفيديوهات اللي عندكم؟ لاحظوا التغيير هذا عم يروح ويجي، لاحظوا اذا بتتذكروا حكينا لكم انه حساب الاعمال عم يتحول للغه العربيه، تتذكروا
بس عم تروح وتيجي هاي الميزه، يعني ما انا مستقره لساتها. لاحظوا انه حساب الاعمال قلب، هلا صار تيك توك للاعمال، تيك توك بزنس للاعمال. لاحظوا انه قلب صار باللغه العربيه، سابقا ما كان متوفر باللغه العربيه، هلا عم يتوفر صار باللغه العربيه، بس لسه يعني مره هيك ومره هيك، ترى ما عندي التفسير، بس انه الظاهر انه يعني خلص هذا الموضوع بده ينحل. ماشي. طبعا هلا اذا فتنا من هون على حسابات الاعلانات وطلعنا هالحساب الاعلاني هذا اللي عندنا وفتنا على مدير اعلانات تيك توك، ماشي، او فينا نكتب ads.tiktok.com مباشره. في عندكم هون شيء اسمه ادوات، في عندكم مكتبه التصاميم الابداعيه، ممكن انكم انت تفوتوا عليها لهي مكتبه التصاميم الابداعيه، وفي عندكم اداه محرر الفيديو اذا بدكم بتفوتوا عليها، ممكن تنشئوا فيديوهات من قلب التيك توك. يعني واحد مثلا بروح لي على المواقع تبعية الذكاء الاصطناعي بده يعمل فيديو كذا، وما له خبر انه من قلب التيك توك نفسه فيك تعمل فيديو مناسب، ومن قلب مكتبه التصاميم الابداعيه فيك تضيف للفيديو شغلات، حتى اذا عندك فيديو جاهز بالاصل فيك تضيف له شغلات، تطلع شغلات هيك يعني مثل الانيميشن عليه، وبيظهر عليها مثلا بدك تقول له انه عرض محدود لفتره محدوده كذا، بتعطي هيك شغله بتظهر بقلب الفيديو وكذا وجاذبه وحلوه، ممكن انك تضيفها. انا بنصحكم انكم تفوتوا على مكتبه التصاميم هاي الابداعيه. انا دائما نصيحتي انه اي فيديو طبعا يكون مصمم بشكل احترافي عن طريق منتج، بس اذا كان لابد يعني اذا كنتوا انتم ما بتعرفوا تصمموا فيديوهات، ممكن انكم انتم تلجأوا للتيك توك هو يساعدكم بهذا الموضوع. ماشي. طيب هلا هيك بنكون خلصنا من التيك توك. طبعا من الملاحظه الاخيره بدي اقول لكم عليها انه في تحديث. هو تفضل. في إضافة الصفحات على تيك توك كمان، نضيفها كيف الطريقة؟ صفحات ايش؟ صفحات دعائية مثلا، تمام، إعلان صديقي مثلا أعطاني إيميل التيك توك بتاع دعاية تمويلي بي، نضيف المدير أعمالي، كيف الطريقة اللي نضيفها فيها؟ حكينا عن هاي بالمحاضرة السابقة، سامحني ما حضرتش المحاضرة السابقة، ما شفتها؟ ما شفتها. طيب هلا بسرعة خلاص بشرح. تمام، لو في المحاضرة السابقة خلاص تمام، خلاص كمل. ايه راح احكي لك اياها بس بسرعة. طبعا هلا لك شايف ما قلبوه عربي، اقسم بالله العظيم نخيل الامر. لاحظ هون اذا فتنا على الاعضاء مثلا، في عندك شيء هون اعضاء، طلع لي هذا مدير اعمال، صح؟ مدير اعمال تيك توك. انا مثلا بدي اضيف شخص معين، هذا الشخص يملك ما صلاحيه بيش نضيف شخص أنا، ايه، ها؟ فادعو بتدعو عضو منه بتضيفه، بصير بيفتح لك مدير اعمالك مثل ما انت فاتو. هلا اذا فتنا على الحسابات الاعلانيه واللي هي الاهم طبعا، حسابات الاعلانات من هون، لاحظ اول شغله تعملها انك بتضيف نفسك وبتعطي نفسك صفه مسؤول هون، ماشي. تمام. هلا بتعيين عضو جديد، لاحظ تعيين عضو جديد، هذا العضو شو ميزته؟ انه بصير بيقدر يفتح لك حسابك الاعلاني مثل ما انت فاتحه هيك بالطريقه، نفسه بيطلع قدام. يعني شفت هاي تو اللي طلعت قدامنا هاي تبعية الحساب الاعلاني، ابدا بحذف في هذيك، بيفتحه مثل ما انت هلا هيك فاتحه، ماشي. بنرجع شوي ماشي. الى هاي، انه تعيين عضو جديد. هلا بتعطيه الصلاحيه اما انه مسؤول ادمن معه صلاحيه كامله، او مشغل بيقدر يعمل اعلانات وكذا، بس ما بيقدر يحسبك، ما بيقدر يحسبك لانه يعني اذا ضفته مثلك مسؤول بصير هو بيقدر يحسبك، او محلل، هذا بهمته بس يطلع على احصائيات الاعلانات وما اذا ما بحق له يعمل اعلانات، ماشي. لاحظ انا ضايف حالي هلا هو مثلا، انا بدي اضيف واحد بصفه مسؤول وبكتب هون اسمه على التيك توك او ايميل وبضيفه هون، بعمل له تعيين، تروح الدعوه لعنده. لما تروح الدعوه لعنده اذا هو وافق عليها اوكي بصير مسؤول هون. أستاذ القصد من السؤال مش هيك، القصد من السؤال تفضل. حساب إعلاني بنضيف، فهمت؟ إعلان صفحة معينة لبيع الملابس مثلا، تمام، حنضيفها ايه على التيك توك، فهمت، بنعمل لها حملة طيب انا إعلانية، كيف طيب انا نضيفها؟ هذه فكرتي بس. طيب انا علمتك هلا من شوي انه كيف انت ممكن انك تعمل حسابك العادي، تعمله حساب تجاري، وبالتالي بتصير صفحتك هاي صفحة تجارية وبتقدر تضيف عليها وبتقدر تعمل عليها كل شيء، غير هيك ما ماشي تمام. لا ما فهمت المقصود يا أستاذ. صفحة بتاع صديقي على التيك توك بندير لها إعلان، أنا بندير لها إعلان، كيف نضيفها بس صفحة مدير إعلاني؟ اها، برضو لو انت ترجع للمحاضره السابقه، لاحظ في شيء هون، انتبه خليك معي، في شيء اسمه حسابات تيك توك. حساب التيك توك، ماشي. هلا بتعمل طلب وصول لحساب، ماشي. هلا بتعطي شو بدك تتحكم بهذا الحساب، بتعطي هدول الثلاثه، ماشي. بعدين بتقول له انشاء كود كيو ار كود، بيطلع لك هيك. هلا بتطلب من صديقك انه شو يعمل، تبعت له عفوا انا اسف، طلب الوصول، تحدد هالاذونات اللي بدك اياها حسب انت شو بدك اذونات منهم،
بالمنشورات تتحكم ماشي، وبالفيديو لايف اذا بدك تعمل بث مباشر ماشي، وبتقول له انشاء كود. هلا انت هذا الكود بتبعته لعن صديقك اللي بدك تدير له صفحته، هلا اذا ما فيك تبعت له اياه هيك تعمل له نسخ وتبعت له اياه ماشي. تمام هذا ماشي الكود هلا هو صديقك شو عامل؟ فاتح حساب تيك توك من موبايله وطلعت له هاي الصوره هون قدامه مثلا او الكود هون، وعنده هو مثلا بموبايله قارئ كيو ار كود، فتح الكيو ار كود هذا من خلال جهاز كمبيوتر وشغل موبايله قرا الكيو ار كود وطلع له رابط، كبس عليه لهذا الرابط والرابط فوته على التيك توك تبعه مباشره، يعني حسابه على التيك توك مباشره. لما بيعمل موافقه شو بصير؟ ما بتلاقي الا شو بصير؟ حسابه انضاف عندك هون، بيظهر حسابه هون. هلا بصير انت تفوت تعمل له اعلانات حسابه بمنشوراته مثل ما بدك، بس منين؟ من مدير اعلاناتك انت، من مدير بالضبط اعلاناتك. بالضبط، هو هذا المقصود. في اي شكرا. سؤال ثاني؟ اهلا لا وسهلا لا اهلا. مشكلة. طيب هلا هيك خلصنا تيك توك. طبعا بس الشغله الاخيره كنت بدي اقول لكم عليها انه تيك توك بده يدخل تحديث هلا قريبا، ما بعرف صاروا قاعدين فيه كذا شهر، بسالوا وسمعتم تقديم مني يعني انه قال بدهم يضيفوا منشورات صور، يعني ما بس فيديوهات، بده يصير في امكانيه تنشر صور لحتى يعزز يعني امكانيه الاعلانات فيه، لانه في كثير ناس عم يعترضوا عليهم تقول انه بس فيديوهات، ليش ما بتحطوا مثلا امكانيه مثل الانستغرام يا اخي، فيه ريلز وفيه فيديوهات وفيه صور وفيه كل شيء واجمل، فليش مثلا ما بتعملوا؟ فوعدوا انه بدهم يعملوا يعني امكانيه النشر صور، ولا زلنا بالانتظار ماشي. طيب طويل سناب طويل طويل ايه، طويل سناب لا لا ولا لا لا بس شوي وخالصين، ما انا مطولين اليوم ان شاء الله. آه طبعا الشيء الاخير بدي اقول لكم عليه انه تيك توك من المواقع شكلها الصاعدي، من المواقع الصاعد، منصات الصاعدي ماشي. طيب هلا بنيجي لسناب شات. سناب شات طبعا اول شغله بنعملها انه نحن لما دخلنا على سناب شات كيف دخلنا؟ business.snapchat.com business.snapchat.com. طبعا الملاحظتين راح اقول لكم اليوم، بالبدايه نحن عملنا حساب شخصي على سناب شات، يعني بتروحوا بتنزلوا تطبيق سناب شات على موبايلكم تعملوا حساب شخصي، مساله ولا اسهل من هيك، وفيكم تستخدموا حساب الجوجل تبعكم بالموبايل مباشره فوتكم على، وصير في عندكم حساب شخصي بتعبوه بالبيانات اللي انتم بدكم اياها وما الى ذلك وخلصنا. هاي مساله يعني بسيطه جدا وبديهيه تمام. هلا بعدها بننتقل هلا لهون وبنفتح صفحه اسمها بزنس دوت سناب شات دوت كوم ماشي. طبعا بيطلب مننا اول شيء عمل حساب، حساب للاعمال، بنحط نفس الايميل اللي حطينا منه حسابنا الشخصي، يفضل يحط نفس الايميل، ما انا ضروريه بس انا بفضلها انه نحط نفس الايميل ماشي، وبنعمل حساب اعمال، بيطلب مننا البلد والعمله، نختار مثلا الليره التركيه او الدولار ماشي، والمنطقه الزمنيه والامور، بعدين ماني متذكر بالتحديد شو هي الشغلات يعني، بعدين الموافقه على الشروط والاحكام وكذا ماشي، بعدين بيعمل بيفتح لك هاي النافذه يلي انت شايفها هون قدام ماشي. هلا ما خلصنا، بمجرد انه فتحنا هذا الحساب في شيء تفاصيل النشاط التجاري. طبعا لاحظوا هون بتحط عنوان المؤسسه تبعيتك ماشي، هون طبعا لاحظوا اي يعني اي حساب بزنس على سناب شات في له معرف، هذا هو المعرف تبعه، هون بتحط المعرف الضريبي، معرف الضريبي لإلك الفرقي نمرسي بتحطه هون ماشي. هلا بتنتقل طبعا هون ل بتضيف رقم هاتف نشاطك التجاري بتحطه هون مباشره، بس انك عملت هالشغلات تحول حسابك يعني لحساب تجاري تمام. طيب هلا بننتقل لطبعا الاعضاء، نفس الحكي اللي كنا نحكيه ببقيه، اول شغله بتضيف نفسك انت مسؤول مؤسسي مثل ما كنتم شايفين هون يعني، بعدين انت اذا بدك تدعو اعضاء للتحكم بحساب الاعمال تبعك فممكن انك انت تختار وهذا وتختار الدور تبعه من هون، مختار عضو مثلا وبعدين تعمل له دعوي من هون، وبالتالي بصير بيقدر يفتح لك البزنس تبعك تبع سناب شات من عنده. طبعا قبل ما نبدا بالحديث ونتعمق اكثر بسناب شات لابد انه نعرف شغله انه سناب شات موقع شوي محدود يعني، يعني مشهور فقط في دول الخليج، يعني انت مثلا بدك تعمل اعلانات بدول الخليج اوكي سناب شات ممتاز، لكن مثلا انت خارج نطاق دول الخليج ما بنصحك انك تعلن عن طريق سناب شات ماشي. ثانيا سناب شات من المواقع شوي حساسه يعني، حساسه تجاه المحتوى،
حساسة تجاه نوعية الفيديوهات اللي بتعلن عنها، عرفت علي كيف؟ حساسة حتى تجاه تفاصيل النشاط التجاري، يعني أنا نفسي كل ما هلا بعمل له لوج إن بقول لي أعطيني المعرف الضريبي تبعه. ماشي؟ طيب هلا بنفوت على الحسابات الإعلانية أول خطوة، يعني نحن فاتحين طبعا هون حساب إعلاني، بس إنه أنا مثلا بدي أعمل حساب إعلاني جديد، فبيطلع لي هون أول شغل لازم أقول له هدول الثلاثة لا. أنا لا لست وكالة تشتري إعلانات نيابة عن البنك، ولازم أقول له إنه لا أنا لا أستخدم هذا الحساب لإعلانات الإسكان أو الائتمان أو التوصيل. وثالث خطوة لازم أقول له لا لن يتم هذا استخدام هذا الحساب لإعلانات سياسية. قول له هون هدول الشروط الثلاثة بعطيهم، قول له يعني، وبعدين بكبس تفاصيل حساب هون، فوت على تفاصيل حساب بعطيه اسم للحساب الإعلاني ونوع الفوترة. في عندكم نوعين للفوترة، الفوترة الآجلي والفوترة المسبقة، يلي يعني ممكن انك انت تدفع مسبقا، وممكن انه هو يحاسبك كل فترة وفترة بمبلغ معين، وبتختار من هون نوع العملة اذا انتبهت، وحتى ممكن تحط حد للانفاق والمنطقة الزمنية، ماشي، بعدين تعمل له انشاء حساب اعلاني، وهيك بكون صار الحساب الاعلاني جاهز للاستخدام. طبعا هذا الحساب الاعلاني بينزل هو مثل ما انكم شايفين، لاحظوا انه هون عم يكتب لي حاله الحساب انه حاله معلقه. ليش حاله الحساب معلقه؟ لانه انا لسه ما ضفت معلومات بنكيه، ما ضفت اي معلومات بنكيه. طبعا لما بتضيف المعلومات البنكيه انت لحسابك بتصير نشط، لكن بخصم لك تقريبا 1 دولار، بعمليه الخصم 1 دولار بيكون الهدف منه شيئين، اما انه هو عم يتاكد انه بطاقتك البنكيه سليمه، طبعا هالخصم 1 دولار بخلي لك اياهم برصيدك، بس هو عم يتاكد انه بطاقتك البنكيه سليمه، ماشي؟ اول خطوه. او ثاني خطوه بيعطيك فاتوره احيانا، باخر هالفاتوره في كود، فبيطلب منك احيانا انك تزوده بهذا الكود، فبتعطيه انت بهذا الكود، هيك بتحقق انه هذا الحساب البنكي لإلك. لإلك، ماشي؟ طبعا لاحظوا انه كل حساب اعلاني له اي دي او معرف خاص فيه، هو هذا اللي انتم شايفينه هون. تمام؟ هو هذا اللي انتم شايفينه هون. طبعا قبل ما ننتقل لرموز بيكسل ونبدا بعمل بيكسلات، لابد نفوت على الحسابات الاعلانيه. عفوا حسابات الاعلانيه، لا ما من هون، ناخذها من هون. وفي شيء اسمه الملفات التعريفيه العامه، الملفات التعريفيه العامه. هلا بالملف التعريفي العام شو بتعمل انت؟ بتضيف حسابك الشخصي على تيك توك. انا طبعا عفوا على سناب شات، لاحظ انه انا ضايف حسابي هون، طيب بتعمل بحث باسمك التعريفي اللي انت عامله اثناء اضافه الحساب، وبتعمل له اضافه فبينضافه. طبعا عمليه الاضافه سهله جدا اذا كنت انت داخل من نفس الايميل، من نفس الايميل، يعني حساب الاعمال وحسابك الشخصي عاملهم من نفس الايميل، فعمليه الاضافه ولا اسهل. اما لما بكون من حساب ثاني بدها تظهر قائمه بوب اب، قائمه منبثقه، وبقول لك فيها اعمل لوج ان، بتعمل لوج ان، لما بتعمل لوج ان هو بيتم اضافه حسابك الفردي الى مدير اعمال التيك توك، مفهوم؟ طيب هلا بعد ما ضفنا حسابنا الفردي، اذا اسسنا، لاحظوا هون السؤال عم يقول لي ادخل معرفك الضريبي، يعني الموضوع ما فيه مزح ابدا. هلا بنقول له لاحقا من هون. طيب هلا اذا اسسنا حساب للاعمال واسسنا حساب اعلاني وعندنا حساب شخصي ربطناه بحساب الاعمال، فصارت امورنا هلا جيده، ما هي؟ طيب هلا باقي شو نعمل؟ نفعلنا بكسلات مشان التعقب. فبننتقل طبعا، طبعا هون اذا كان عندكم انتم تطبيقات موبايل، انتم مبرمجين لتطبيقات الموبايل اي او اس او اندرويد، ممكن انكم تضيفوها من هون عن طريق المعرف. كل تطبيق اي او اس او اندرويد له معرف ممكن انك تستخدمه باضافته لحساب الاعمال. طبعا هلا بنيجي لرموز البكسل، طبعا اسمه بكسل كمان، يعني نفس الاسم بالميتا وبالتيك توك وبالسناب شات، ماشي، اسمه بكسل. هلا اذا بدنا نعمل بكسل جديد بنقول له من هون انشئ بكسل، فبنقول له انشاء، اول شيء بيطلب مننا انه نعطي اسم لهذا البكسل. لنفرض جدلا انه انا من خلال هذا البكسل اللي بدي اعمله بدي اتعقب عمليات الشراء اللي عم تصير ضمن الويب سايت تبعي، فشو راح اكتب؟ راح اكتب بالبكسل، اول شيء بكتب بالبكسل سناب شات، كتبت سناب شات، بعدين بدي اكتب اسم المعهد مثلا، بعدين بدي اكتب الغايه من هذا، اكتب بيرتشيز، ماشي. طيب هلا بنقول له انشاء، طبعا بمجرد ما انشانا البكسل مباشره اخذ هذا البكسل اي دي لك، وهذا الاي دي تبعه، ماشي. لكن
فعليا لسه ما نعمل شيء بنوب، مجرد انشاء فقط اسمه اي دي، يعني ما في شيء، ما في شيء تبرمج نهائيا بهذا البكسل. فبنقول له من هون اعداد هذا البكسل، طبعا ممكن انه يطلب مننا رمز، وممكن انه نستعين بتكامل الشركاء مثل مثلا جوجل تاج مانجر، مثل الوورد بريس وكذا. راح اخذ رمز بكسل مثلا، اذا اخذنا هون رمز بكسل، لاحظوا اعطاني هالكود، ممكن انه ننسخ هذا الكود ايه ونروح على الحافظه. طبعا المطابقه التلقائيه المتقدمه اللي شفتوها بالفيسبوك وشفتوها بالتيك توك، لاحظوا هون، بس هون الميزه الحلوه انه مفعلها اوتوماتيكيا، فخلوها على وضع الاوتوماتيكي هون. طبعا انا ما بدي استخدم، بدي اروح على تكامل الشريك من هون، فبختار طبعا من الشركاء شو هو مدير العلامات تبع جوجل تاج مانجر. جوجل تاج مانجر طبعا لكم خبر انه انا ما عاد في داعي هلا للتيك توك كلياته، كل ما في الامر ما عاد في داعي للسناب شات كله والاعدادات من هون، لانه هون بس عم يشرح لنا انه شلون لازم. هلا اذا انتم حبيتوا انكم تستوعبوا العمليه شوي، طبعا الشرح للاسف هو بالانجليزي، بس انه اذا حبيتوا مثلا تطلعوا انه كيفيه الشرح، هون اعطيكم شرح مفصل انه كيف تضيفوا البيكسل تبع. انا طبعا راح اشرح لكم اياها بالعربي، لذلك ما في داعي، وهنطفي هاي كلاتها. نحن كل ما بدنا بهالموضوع بدنا هذا بس، هالمعرف هو اللي لازمنا، بناخده بنعمل له كوبي لهذا المعرف. بعدين لوين بنروح؟ شو رايك لوين بنروح؟ بنروح على مدير العلامات جوجل تاج مانجر، نكتب تاج مانجر دوت جوجل دوت كوم. لاحظوا هذا هو تاج مانجر دوت جوجل دوت كوم. طيب هلا ليش بنروح بنحطه بقلب التاج مانجر؟ مشان ما يتقل الويب سايت، يعني شفنا الطريقه انه فينا ناخذ الكود ننسخه ونحطه بقلب الويب سايت، نعطيه لمبرمج الويب سايت انه لو سمحت حط لنا هالكود، هذا كود سناب شات. بس مشان ما يتقل الويب سايت كود ورا كود ورا كود، كثره الاكواد بقلب الويب سايت صار الويب سايت ثقيل وبطيء. فنحن وين بدنا نروح؟ بنروح على التاج مانجر. تاج مانجر يلعب دور الوسيط بين السوشيال ميديا من هون وبين الويب سايت من هون، موصول مع اثنين. ماشي؟ فلذلك بنفوت لقلب هذا المسنن من هون، بعدين بناخذ ورك سبيس، بناخذ الورك سبيس هذا تبعنا، لاحظ هون، بنقول له اد نيو تاج. هلا اد نيو تاج شو بنكتب هون؟ بنرجع شوي للسناب شات وبناخذ الاسم هذا بدنا اياه، بعدين بننزل هيك شوي لهون لتحت وبناخذ هاي وبنحط هذا الاسم هون، اخذنا نفس الاسم. هلا بنيجي للتاج كونفيجريشن، تاج كونفيجريشن او تكوين التاج، ناخذ الهاي التاج. اول شغله بدي اياكم تعرفوا، اذا بحثتوا ابتداء كل هالايكونز او القوالب الموجوده هون يا عمر، اذا بحثنا بكل هالقوالب هاي الموجوده ما راح نلاقي سناب شات. ففي طريقتين، اما انكم تفوتوا على كاستم اتش تي ام ال، بس هون بهالحاله بكون اخذتوا نسخه الكود اللي شفناه تو، او انكم تضيفوا القالب من هون، تقول له اد من هون هاي الغامقه شوي. اي لانه انا ضعيفه سابقا، بس هي ما افتراضيا ما بتكون منضبطه، بس انتم هيك بتعملوا، بتضيفوا انه بتكبس على زر البحث وبتكتب سناب شات، سناب شات، لاحظوا بتاخذوا منه سناب شات بيكسل. لاحظوا ادد هاي لشيء ثاني، هاي للتشات ولا المراسله. ايه ماشي، بتاخذوا سناب شات بيكسل، اخذتوها لسناب شات بيكسل وعملتوا لها اضافه فانضافت. هلا بعد ما انضافت بتلاقوها هون ضمن القوالب، دوروا عليها بتلاقوها هون، فتحناها هون. ما عاد بدنا غير شو؟ انه نضيف الاي دي، بنروح لقلب السناب شات وبناخذ هذا الاي دي اللي شايفينه هون وبنعمل له كوبي، وبنرجع لقلب التاج مانجر وبنضيفه هون مسخنا. هلا شو الغايه من هذا البكسل؟ نختار الغايه من هذا البكسل، هل هي عمليه شراء؟ بورتشيز، خلص اخترنا بورتشيز. هلا بننزل هيك لتحت وبنروح على تريجرينج. تريجرينج شو بناخذ؟ اول بيجز، اخترنا اول بيجز. هلا خالص ما بقي غير نسيف هذا الشغل. ايه طبعا، لا كل ويب سايت عندك كذا صفحه للمبيعات، عندك 100 صفحه. ايه بس انت كم صفحه مبيعات عندك؟ انت عندك متجر الكتروني، قد في عندك صفحات كلها منتجاتها؟ بدك تقول له اول بيجز. انت اذا قلت له هذا ما حدد شيء معين، وحتى في عندهم بعض بالاي بي اي، واجهات الاي بي اي، بتلاقي في بعض المتاجر الالكترونيه المعقده بتلاقي انه هو بيعتمد ببرمجوه
انه هو يتعقب صفحه الشكر بعد عمليه الشراء. ليش؟ لانه حذر، ليش؟ لانه اليه عمليه المبيعات منفصله، هاي الى كودا وهاي الى كودا. يعني مثلا انت فاتح متجرك الالكتروني، قسم الاكسسوارات عامل له اليه لحاله، قسم الالبسه عامل له اليه لحاله، قسم هذا عامل له كل وحده عامل له اليه ثانيه لحاله، عرفت شلون؟ فشلون بدك تتعقب عمليات الشراء؟ تتعقب عن طريق الرساله النهائيه اللي بتظهر لك، هاي الرساله النهائيه، رساله الشكر او كونجراتيوليشنز، انه تهانينا تمت عمليه الشراء كذا، بتلاقي بتعقب هاي وبرمجها برمجي انه وين في مثلا بل، لانه هاي الصفحه تبعت الشكر الى يو ار ال، صح؟ بتلاقي اليو ار ال تبعها يا كونجراتيوليشنز مثلا، كونجرات مثلا، او بتلاقي بل او شيء او ثانكس، فبتلاقي بتبرمجه انه يتعقب هدول الثلاثه. نحن عم نبرمج شغلات بسيطه لاقبال العمليه، هاي شغلات بسيطه على فكره، هاي ابسط خطوه، ماشي؟ طيب هلا بنعمل له سبمت من هون، بعدين نقدر نعطي اسم ووصف لشغلنا اللي اشتغلناه بهالجلسه هلا اللي فتنا فيها على التاج مانجر. ما بدي اعطيه اسم ووصف، بقول له ببلش نشر، بعدين طبعا برد بيطلب مني هذا الشيء، ما بدي بقول له كونتينيو. هلا لاحظوا انه انتشر هذا الشيء على، هلا بدا التواصل مع الويب سايت، ماشي؟ اعطاني هلا هون انه طبعا في عندك تاج ادد واسمها سناب شات بليم سيل بورتشيز. طيب هلا طفي هاي، ما عاد بدنا شيء من التاج مانجر، خلصنا من التاج مانجر. تاج اسيستنت، بنشغل التاج اسيستنت، طبعا بيطلب مننا الويب سايت، بنحط الويب سايت بالامتداد الكامل، يو ار ال الكامل لإله، بنعمل له كونكت. طبعا بيروح بيفتح لنا الويب سايت، بعد ما بيفتح الويب سايت هلا بتظهر على الزاويه هون مستطيل، بيعطينا انه تم الربط. بنرجع للنافذه اللي قبلها تبعت التاج اسيستنت، بنلاحظ كمان عم يقول لي كونكتد او تم الربط. هلا بقول له من هون كونتينيو تابع، هلا بيعطيني كل انواع ادوات التتبع لكل السوشيال ميديا، بيعطيني اياها. طيب ساعدنا يا سيد عمر، ما هي هي لاحظوا سناب شات بنمثل بورتشيت، بس انها ظهرت هون بمعنى انها هي فعلا تفعلت وصارت. لكن شو المشكله؟ المشكله دائما بربط ادوات التتبع عن طريق التاج مانجر، انه بدها 24 ساعه لحتى تصير اكتيف او نشطه، ماشي؟ هلا بنرجع لهون وبنرجع لورا لرموز البكسل، ماشي؟ وبنعمل له لهي الصفحه تحديث، وبنشوف البكسل تبعنا وين صارت اراضي. لاحظوا هذا هو البكسل تبعنا، لسه ما تفعل طبعا، ولكن من هون لبكره بده يتفعل. طيب مفهوم الحديث؟ حد عنده اي سؤال بالنسبه ل سناب نعم شات؟ نعم يا أستاذ، عندي سؤال. قلت لك يا أستاذ تو مثلا أنا عندي 2 نشاط، تمام، نسائي ورجالي، كويس، ويب سايت عندي هو ويب سايت واحد الرجالي، نضيف على بعض عادي في التك مانجر. هني ويب سايتين ولا ويب سايت واحد؟ واحد لا خلص، اذا واحد خلص بكسل واحد بيتبع اثنين سوا، ويب سايت واحد مثلا، لا تكونوا ويب سايت واحد خلص الامور اوكي، بتتبعوا فهي تمام يا استاذ. مثلا انا يعني شنو على التسويق بنشتغل، تمام، اعلان بندير، اي تمام، شخص متجر الكتروني ندير له اعلان وتمويل، تمام، ايه. طيب واغلب الناس ويب سايت ما عنده، فهمت، ويطلب فيه هو اضافة الويب سايت في البيكسل، نضيف الويب سايت متاعي انا ولا كيف؟ إيه، انت اي نوع من البكسل عم تعمل؟ لحظه شوي، بالنسبه للبكسلات شو عم تعمل؟ بكسل بسناب شات عم تحكي؟ مثلا لا كلها سناب شات المتة جميعا. مثلا انا حليت شركة اعلانات، تمام، تمويل يعني ممتاز، واغلب الزباين حيجوني ما عندهمش ويب سايت. ايه، انت بحاله، قلنا نحن بالحاله اللي بكون فيها الشخص ما عنده ويب سايت، مثلا متجره هو صفحته على الفيسبوك، او متجره هو حسابه على الانستغرام، او متجره هو حسابه على تيك ورينا توك. كيف نجرى يا استاذ، لان ويب سايت مش كله عندهم، فهمت كيف شغل لك انت؟ كلها على الويب سايت، حتى لا ليش فيديوهات تفضل. المتى طيب في هاي، كذا، هني كلها طيب نشوف هاي، فيه شنو طيب ويب سايت لازم يعني بديل ايه له. ايه طيب هاي بدنا بكره نحكي فيها، شو رأيك؟ بمحاضرة بكرة إن خلاص شاء الله. تمام، ذكرت انت يا استاذ 3 حاجات بكره عندنا، تمام، بديل الويب سايت، البكسل، تمام، وشنو اكسل، اضافه مبدئيا جدول الاكسل. إذا ما عندك،
إذا عندك أنت متجر إلكتروني هو صفحتك على الفيسبوك، ما في عندك طريقة بالتعقب. شو هي طريقة التعقب؟ هي تعقب أحداث بيكسل بلا اتصال، تمام؟ بيكسل. ممتاز. انا هاي بكرة إن شاء الله. بس حيطلب مني الويب سايت يعني ضروري، شفت انا حتى تمام عملي، عملت اغلبيته يطلب مني هلا في بكرة الويب سايت. هاي بكرة إن شاء الله بنشوفه وبنحكي. ماشي تمام بقى، ممتاز. طيب. هلا في حد عنده أي سؤال بالنسبة للوضع الحالي بالسناب شات؟ طيب هلا طبعا بنرجع بنكمل بمدير بالنشاط التجاري او مدير الاعمال. طبعا في عندنا شيء اسمه طرق السداد، ماشي؟ لاحظوا انه عم بيقول لي لم تضاف اي طريقه سداد، بنقول له طريقه سداد جديده، ممكن انه طبعا بيقبل عن طريق باي بال، ماشي؟ فممكن انك انت هلا تحط، طبعا احنا رح ناخذ بطاقه الائتمان واللي هي اي يعني بطاقه من البطاقات اللي بنعرفها. طبعا انا مختار العمله يو اس دي لما اسست نشاط التجاري. تختار البلد هون والرمز البريد للمنطقة. الرمز البريدي ما بتعرفه للمنطقة اللي انت فيها، بتكتبها هون بالجوجل، ماشي؟ تكتب بوستال كود مثلا، بوستال كود واسم المنطقة، بيعطيك الرمز البريدي لإلها. مع العلم انه حتى اذا غلطت فيها ما انا مشكلة، بس يعني مشان تكون البيانات سليمة. وبتحط هون اسمك، اسم شهرة الموجودة على البطاقة، او اسم الشركة المانحة للبطاقة اذا كانت من البطاقات الفورية تصدرها بعض الشركات، مثل مثلا بابارا او شو اسمه بطاقه هذه، مثلا بطاقه هذه اسمها توم باي، توم باي. فبتكتب اسم البطاقه، اسم حامل البطاقه، وبتحط هون ال 16 رقم، تاريخ الانتهاء، والسي في سي او السي في في، والبلد ورمز البريده، وبعدين بتقول له اضافي. راح يخصم عليك $1، انا متوقع انه هيك عمل معنا يعني. وبالتالي هيك بتكون دخلت وسيله دفع لنشاطك التجاري. هلا اذا رجعت لمدير الاعلانات للحساب، راح تلاحظ انه انقلبت هاي الحاله من معلقه الى اكتب بعد ما اضفت بياناتك البنكيه هون، ماشي؟ طيب اليوم خالص الدرس، بكره ان شاء الله بدنا نكمل نعمل اعلان على سناب معلش شات. أستاذ أحمد، نسألك سؤال ثاني. تفضل تفضل، اهلا وسهلا. قلت لك في صديقي زمان يعني على صفحة على الفيسبوك مولها لي، تمام، البطاقة متاعها ما كان فيها فلوس كفاية، ممتاز، ايه تمام، ايه خلاص عطل لي التمويل. قعدت كل ما نبي ندير التمويل يقول لي أدخل البطاقة نفسها، ما يبيش يغير بطاقة جديدة يعني، فهمتني؟ والله مثل هيك امور، مثل هيك مشاكل بتصير اذا ما شفناها وطلعنا عليها. يعني شلون بتصير الحالة؟ اقول لك كيف لا لا، بتصير. نقول لك كيف. أنا مثلا يعني ايه مثل هيك. بطاقة متاعتي ضفت البنكية نعم نعم وبياناتها، تمام، نعم نعم ألف ايه ليرة مثل فيها مثلا، تمام، فهمت، الحملة طلعت 1500 ليرة، ايه تمام، في دين قاعد أحكي عليه على الفيس، مزبوط، ايه تمام، خلاص. بعدها بنضيف بطاقة جديدة، ما باش أقبل بطاقة ثانية، ما باش والله هاي أقبل رقم ثاني، كل شيء. حالات لازم نرجع نشوف شو المشكلة. يعني ما بنقدر نعطي كلام نظري، بدنا نفتح ونشوف شو الإشكالية مشان نعرف وين صاير الخلل. يعني شلون بدي أقول لك؟ باي في مقطع تو، فهمت كيف، جاك على الواتساب، فهمت كيف، يعني مثل إذا أنا مثلا تمام. رحت لعند دكتور عم بوصف له حالة مريض، تلاقي الدكتور كل شوي بيقول لي لجيبه ونفحصه ونشوف، يعني ما راح يقدر يعطيني وجهة نظر صحيح. حتى نجيب له لا لا، المريض اوكي، تمام، سكرت الموضوع هذا. انا احكي لك، انا في فيديو تو دزيته لك على الواتساب، هو فيديو يحمل قاعد، تمام. طريقة التمويل هذه كيف نظامها، معلش يعني لو سمحت، فهمت، خليني اشوف توريها لنا، الفيديو. توريها حتى الشباب، طيب خليني اشوفه اول وبرجع ثواني لك. يكون عندك، لا ايه خليني اول اشوفه، ثواني، خليني اشوفه وبرجع لك ان شاء الله بجاوبك بعدين، ماشي؟ لا لا، ولا اخلي الشباب يشوفوه، مرات تحصلوا منه فايدة حتى هم يعني. ايه ممكن هلا نعمل من احنا عن بس مجموعة، بس خليني انا ادرسه بكره ان شاء الله بنجاوبك عليه. خلاص بقى، عممت انا على المجموعة ونزلت على المجموعة اصلا، تمام، يوم بصراحة تعبنا. ربي يعين ان شاء الله. الله يعطيك العافية. شكرا. يلا في عندكم أي سؤال ثاني؟ شكرا، يعطيكم العافية. السلام عليكم.